وسهلا فيكم اكيد يا اعزائنا المتابعين وكل مشاهدي صفحه واتساب ميديا نتورك. نحن كنا قايلين انه حيكون معنا ضيف مميز اليوم من لبنان حول الاحداث اللي عم تجرى اليوم بلبنان. قبل اكيد بدي اتشكر صفحه واتساب ميديا نتورك وبدي اتشكر هذه الحلقه يلي هي برعايه بابايا فروت ماركت وفروعها اكيد وصاحبها خليل سعد. حنبلش دغري مثل ما معودين علي. اليوم مش حديث الجاليه، اليوم حلقه استثنائيه بس مع ضيف استثنائي. ضيفتي لليوم هي الشخصيه القانونيه والسياسيه بعلامه الامتياز. هي سيده جنوبيه ثائره اتصفت برايها الحر وبصلابة مواقفها. يصفها البعض بأنها الامرأة الحديدية بقضاياها الشرسة والمدافعة عن المجتمع والإنسانية، إلا أنها صاحبة الكلمة الجريئة والمواقف الشديدة والتي لا تخشى أحد. تستقطب الشارع أينما حلت لمصداقيتها ولآرائها وثقافتها المليئة بالرسائل الهادفة. هي سيدة حرة مفعمة بالحيوية، محاورة جديرة دون منازع. إنها الأستاذة المحامية بشرى خليل. ومين ما بيعرف بشرى؟ أستاذي بشرى، أول شيء تحية لكم وتحية لك ضيفتنا اليوم بشرى خليل مباشرة من لبنان. أول شيء بدنا نقول نحن قلنا اللي بدنا نقوله بالنسبة للأستاذي بشرى. حنجزئ اليوم الحوار يمكن لخمس محاور. المحمر الأول نحن قلنا حنحكي بالحراك والثورة وما يسمى، بعض الناس بيقولوا ثورة بعض الناس بيقولوا لا، وحنحكي حول الوضع المالي والقضاء الجيش والثورة إلى أين. أول شيء خلينا نبلش بالمحور الأول. شفتي العالم كله نزلت على الأرض باليوم الأول عبر نتيجة قرار وزاري معين، اتحدت كل هالناس وبعد منا صار في علامات استفهام حول هيدي الثورة، والكل بيعرف بالإعلام وغير الإعلام والتواصل الاجتماعي وإلى ما هنالك عم بيصير يمكن تنمير، عم بيصير عدم مصداقية، ناس بيشككوا، ناس بيقولوا هيدي الثورة في صوار، ناس بيقولوا لا هيدي منها ثورة، هيدا حراك. كيف ترى بشرى خليل هذه الثورة أو الحراك؟ تفضلي. أول شيء تحياتي لإلك، تحياتي لأهلنا بالولايات المتحدة الأمريكية. هلا أنا من الناس اللي بيقولوا حراك، لأنه بعد ما ارتقت لمستوى الثورة. الثورة دائما لها طابع مسلح، ما في شيء اسمه ثورة سلمية بالعالم، بالتاريخ ما حصلت. حراك ممكن يؤدي لثورة في لحظة من اللحظات. هلا الحراك بذكرني لأنه بحراك النيل قبل ما يفيد. بلش يتحرك وبعدين بفيد. الثورة دائما لها طابع مسلح، ما في شيء اسمه ثورة سلمية. نحن لحد هلا بعض الحراك وهيدا حراك صحيح 100% وعفوي 100%. شعبنا عانى كثير، شعر بأنه الفساد وصل لمرحلة لم يعد يحتمل معها، مع أنه كان لازم زمان يتحرك من الفساد. هيدي كل الناس بتقوله. الفساد مسألة خطأ بأي دولة بأي مجتمع. نعم. فتحرك هلا، هي قصة القرار أو القانون اللي كان بده يطلع، هيدي مثل القشة التي قسمت زهر البعير. يعني مش هي السبب الرئيسي، ولكن طفح بال الناس ونزلت بالشارع تعبر عن غضبها من وضع القائم كله غريبه يعني. ايه. فهذا الحراك لحد هلا مرق بطريقه. طيب حضرتك عم تكوني حضرتك عم تكوني تقريبا بوسط بيروت. وسمعت اني انه بس يعني تنزل سيده بشرى الى الخيم او الى الجلسات والاعداد والحوارات عم تكون هي المحط يمكن الاكثر استقطابا للناس. ليه ما عم نشوف يمكن بعض الاذاعات عم تضوي على حراكك او على يعني مثلا على جلساتك او على كلامك
يلي عم تحكيه، وكل الناس يمكن عندهم يعني عندهم امل ببشرى الخليل، وبيقولوا انه بس تحكي في يكون عندها معطيات وعندها قصص بتحكيها نحن بنوثق فيها لبشرى الخليل. ليش هذا التعليم التعتيم الاعلامي بالاحرى ما عم يكون، يعني عم يكون عم يشوف شباب بالحراك عم يضووا عليهم وانت مش عم يضووا عليك اعلاميا بهيدي الفتره، يمكن بس انت مش بحاجه اساسا. خبرينا عن هود الشباب اللي عم تستك بيهم، او الناس اللي عم بيقولوا لك تفضل يكوني بالحراك، شو الهدف منه؟ لا لك شغلي طبيعي، انا من الناس اللي حكوا عن الفساد من بدايات 92 وقت بلش حكم الرئيس رفيق الحريري، وبلشت انتقد سياسته الماليه وسياسه الاقتصاديه اللي اشتغل عليها، سياسته كلها بشكل عام، لانه انت بدك تبني دوله ما بعد الحرب، بدك تحط استراتيجيه خاصه لدوله ما بعد الحرب. من وضعت هاي الاستراتيجيه؟ زلمه اجى فات دغري بالديون، والديون اصلا خطا لانه ما كناش مضطرين للدين، وبلش يعني خطه الاعمار عنده والاولويات عنده كانت فوضويه وكانت غلط. فانا من هذيك الايام بنتقل، وطبعا لما بلشوا المال يهدروه وبلشوا يستولوا عليه وبلشوا مقابل كل ليره بيصرفوها بمرفق عام ياخذوا 10 مقابيل له، فكنت عم بنتقد انا بشكل قوي مش عادي الكل كل المساهمين بهذا الموضوع. من 4-5 سنين لما القصه وصلت لمرحله كثير خطيره انا صرت عاملتها مثل هدف حياتي، يعني بشكل دائم ومستمر عندي انتقادات وسمي الاشخاص باسمائها وحدد مواطن الفساد لكل واحد وين. هلا الناس هلا اتحركت صحيح، ولكن انا متحركه من زمان بطبيعه الحال. انا سعدت بالحرق، ولكن في شيء عم بيصير استاذ عباس ولازم انت تعرف والناس تعرف كمان، دائما حراك من هالنوع ببلد حساس مثل لبنان، ببلد في صراع ضخم بينه وبين عدو جارنا، طبيعي انه يكون اي حراك محط انظار الدول الاقليميه والدول الغربيه. صحيح. والغرب بطبيعته بحب يتدخل، صار في تدخل، تدخل صار عن طريق منظمات الان جي اوز اللي هي تمول من منظمات عالميه، نزلوا عملوا خيام كلهم هول الاشخاص. بس بعض الناس عم تقول بعض الناس عم تقول لا ما في تمويل وما في مؤسسات، نحن ثوار، نحن شعب لبناني. لا في الشعب بيقول هيك صح؟ الـ NGOs لما عم يتمول يعني لما بتقول لي بيروت مدينتي، بيروت مدينتي تمولتهم جهة أمريكية ب $500,000. حلو. جهات تانية كمان يعني هاي منظمات مجتمع مدني معروف عندها تمويل من منظمات معروفة أوروبية وغربية. هلا نزلوا نصبوا وخيام تحت وصاروا يجيبوا مي وسندويشات ومش عارف شو. بس اللبناني لم ينشرب سندويش ولم ينشرب وجع حقيقي، نزل على الشارع بدوافع حقيقية وجدية. هلا الغرب بحب يستغل ما بحب يستغل صار موضوع آخر. في ناس قبلت تكون أدوات لهذا الغرب بمشروع ممكن، وفي ناس كانت أدوات بدون ما تعرف إن هي أداة لمشروع غربي. يعني أنت برأيك هلا يعني بعض الإعلام الممول من الخارج لاحظنا إنه إعلام مبرمج، عشان هيك أنت اللي مثلي أنا ما بقرب صوبة، بقرب صوب الناس اللي ممكن يحكوا بطريقة تفيد مشروعهم هن، مش مشروع الناس الوطنية اللي مثلنا. عشان هيك مع انه انا وجه اعلامي الكل بحبه، بحب انه اظهر عندي وسائل اعلامية يعني. وبقولوا بشرى الخليل بتجيب مشاهدات عالية، بس بهاي المرحلة بالذات كان الاعلام يجرب خاصة هاي المحطات التنتين او ثلاثة المرتبطين كانوا بمشروع اجنبي، واللي طلع خبريات كثير انه في لهم تمويل بمبالغ معينه وتحددت هاي. هول كانوا يبعدوا عن اللي مثلي انا، بس انا طلعت كثير بوسائل اعلاميه ثانيه هون، وطلعت كثير بمواقع ومقابلاتي كلها كانت تاخذ ضجه كبيره يعني والناس تسمع لي بعمق. طب انا كمان بدي اطلب، هلا انت سالتني ليش الناس بتتحلق حوالي؟ ايه حلق. الناس بدها الكلمه الحقيقيه الصادقه. ايه. يعني انا كنت لما انزل على الساحه الخيام فضيت من العالم، الشباب كله الكبار والصغار والكل يبلشوا يتجهوا علي انا ويوجهوا لي اسئله، فانا اقعد ما بين سؤال وجواب يصيروا شاميه 150 شخص الحلقه اللي انا
فيها وتصير اكبر حلقه بالساحه. ليش؟ لانه هول الناس بدهم يعرفوا الحقائق، وهول ناس وطنيين حقيقيين. يعني هذا السبب انه بيتحلقوا حوالي اكثر، بيتحلقوا حول جماعه الخيم والان جي اوز وغيرهم. طيب في هودي هول تفضلتي عنهم الجمعيات اللي كانوا ممولين من الخارج، يعني بنظرك انت اول شيء بدي اقول لجميع المشاهدين والمتابعين بتامل من الكل يعملوا شير، لانه بعتقد شخصيه مثل بشرى الخليل ومعلومات بشرى الخليل وثقافه بشرى الخليل لازم توصل لكل شخص ليعرف مفهوم الثوره او الحراك او المطالب، فبتامل من الكل يعرف ما مشكله حتى لو كنت انت يمكن ليس مؤيدا لبشرى الخليل بتوجهها السياسي، ولكن عليك ان تسمع ماذا تقول بشرى الخليل. طب هودي الجمعيات استاذي بشرى يعني فينا نقول كان عندهم مطالب سياسيه انتخابيه على غطاء الثوره، يعني عندهم لا. عندهم هول نزلوا نزلوا على الحراك وجربوا يأملوا الاشياء اللوجستيه للناس اللي جايه، للناس اللي ثائره على الوضع الحاصل. حلو. هلا هول انه حدا قال لهم روحوا تصرفوا هيك وعملوا هيك، يمكن اي يمكن لا، ولكن هول عقلهم مربوط، طريقه تفكيرهم مربوط بجهات معينه، يعني ناس سمتهم جماعه السفارات. يعني انا ما بسميهم هيك، لهم اهداف مشاركه السلطه، ما بسميهم هيك لانه انطرحت شعارات خطيره منهم، يعني الفئه اللي بتقول لك كلهم يعني كلهم. هيدا كان بدي اسالك يعني عنه هذا الشعار، يعني كلهم. انا كان بدي اسالك عنه هذا الشعار. طيب يعني هيدا شعار مكتوس، هيدا شعار في دس لانه كلهم يعني كلهم، مش صحيح هيدا الشعار. بعدين في شعارات انطرحت لاستقاله الرئاسات الثلاثه وبما فيهم حل مجلس النواب، يعني انت بدك تحط البلد بفراغ دستوري، عارف شو يعني الفراغ الدستوري؟ الفوضى. فراغ دستوري انتهى البلد، فات بفوضى لا يمكن حدا يقدر يجيبه منها بعد، لانه على الاقل بده يكون في مؤسسه دستوريه ترعى عمليه الانتقال لمرحله ثانيه. اذا بدك تطلب استقاله الثلاثه وحل السلطات كلها، انت شو بتكون عملت بالبلد؟ في ناس تبنوا هيدا الشعار ومشوا فيه وقاتلوا من اجله كمان. هول طبيعي هيدا الشعار مش وطني، وهيدا الشعار في وراء اصابع غريبه عم تلعب. يعني انت بتقولي انه في انقسام بالشارع الموجود بين الناس المطالبين والناس الثوار، هل هناك مثلا انقسام؟ لانه شفنا انه في ناس كتير كانت باول شيء يعني مع صرخه الفقير، واستحولت انه خلص قالت يعني لا، يعني حتى انا من الناس اللي اتهمت انه انت كنت مع الثوره صرت بطلت مع الثوره. هل بتوافقين الراي انه لنجاح اي ثوره او مطلب الابتعاد عن سلاح المقاومه؟ لا لا اقول لك شغله، هلا خلي موضوع سلاح المقاومه على جنب. اول شيء مش ثوره الفقراء، هي ثوره كل الشعب اللبناني بكافه فئاته بكافه طبقاته بكافه شرائحه الاجتماعيه، بدءا من استاذ الجامعه وبدءا من كبار موظفي الدوله انتهاء باصغر مواطن، ومن الاعمار كلها، يعني من اعمارهم بالثمانينات نزولا حتى لاعمارهم تحت العشرين، كل فئات الشعب اللبناني، لانه في وضع تعبان كثير بلبنان، يعني العاطلين عن العمل بعتقد نسبتهم اعلى نسبه بالدول العربيه كلها اليوم بلبنان، شباب على حيلة خريجين جامعات معهم دكتوريات معهم ماجستيرات ما ملاقيين شغل، يعني اختصاصي كيمياء ما بلاقي شغل، اختصاصي فيزياء دكتوراه بعلم الاجتماع، انا عم بحكي لك الشباب اللي حوالي واللي انا بعرفهم. وعهالقياس اربع مهندسين في فرد بيت الاربعه بلا شغل. هاي بحياتها ما صارت بتاريخ لبنان، فهي ناس مش فقيرة بس ناس عاطلة عن العمل. إضافة إنه الفساد، لما أنا بقوم ضد الفساد، ما أنت عم تسرق لي دولتي، عم تسرق المال العام، وبعدك بخليني بلا كهرباء وبلا مي وبلا تعليم رسمي، كان التعليم الرسمي أحسن مستوى تعليم الدول العربية زمان. صح. قبل الحرب 75. فاليوم أنت لما عم تضرب كل المؤسسات الجامعة وعم تضرب المرافق الحيوية كلها اللي واجبات الدولة تعملها، طيب انا ليش بدي اسكت؟ ان شاء الله انا يكون عندي 10 مليون دولار ثروه، انا كمواطني لازم اسالك ليش انت ببلدي ما عملت كهرباء لهلا؟ ليش 20 مليار دولار انصرفوا فيش كهرباء؟ طيب. فاذا مش ثوره فقراء، ثوره شعب بكامله. طيب. مش ثوره، حراك، ما بتعتقد حراك شعب بكامله. ماشي. ما بتعتقدي سيده بشرى انه هذا الشعب تاخر كثيرا؟ يعني اذا كنا يعني مهما تعدي انت باي مجتمع اللي تعدي فيه بتقولوا والله صاروا 30 سنه عم بيحكمونا و30 سنه عم بيسرقونا.
طب الا يعني الا نقول انه تاخر هذا الشعب للانتفاضه؟ كثير تاخر. لو يبلش من وقت ان كان رفيق الحريري تدين 4 مليار دولار وبقينا بلا كهرباء وبلا مي وبلا تعليم رسمي مفعل وضعفنا كل المؤسسات التربويه والتعليميه الرسميه، من وقتها كان لازم يتحرك الشعب. لو نتحرك بوقتها نحن ما كانت تتفاقمت الامور وصلنا لهالمرحله هاي. اكيد هذا على صعيد السياسه، ولكن نحن ما بننسى انه كمان لبنان مش بلد سياسه. لا يعني مش سياسه، قضايا معيشيه، هي مطالب حقها لكل شعب. ما في ارتباطات سياسيه لانه كل كان في الخصخصه السياسيه بالاحرى. طب ما نحن هلا مثلا ببلد طائف يا سيد بشرى، يمكن بوقتها لو نقام على دوله الرئيس الحريري الله يرحمه الشهيد كان يمكن في الطائف اللي ينتمي الى لها يمكن مش حتقبل كان بوقتها. يعني تاخر تقريبا لهلا الشعب. لا شوف شوف اخ عباس، شو انا لما بقول بايام الرئيس الحريري يعني مش ضده هو، ضد كل الطبقه الحاكمه لان كلها منخرطه، كلها مغطيه هيدا الهدر وهيدا الفساد. ايه طبيعي. ايه لا مش هو لحاله، بكله. طيب بوقتها قصدي انا قصدي موجوده بالسلطه، قصدي إيه؟ انه هيدا الشعب بوقتها ممكن هلا يمكن هلا قام لانه يمكن الشعب خلص وصل لدرجه انه فل، يعني بعش عنده شيء يخسره، بعش عنده شيء يخسره، ولكن يمكن بالسابق كانت شوي الامور يعني مخصخصه طائفيا. يعني نحن بدكم تعطونا هاو او 6-6 مكرر، بدنا نمرق لكم هيدي الحصه، لا تعطونا هيدي الحصه مقابيله. هيدا الوضع الطائفي شو كان عندك قراءه له؟ شو عندك قراءه هلا مستقبليه كمان له؟ لانه اذا بتلاحظي هلا يعني عفوا عم نحكي نحن هلا على الثوار او على المتظاهرين، اي شخص إن كان موجود بالساحه اذا بتجيبي له حتى اسم زعيمه بقول لك لا كلهم، يعني كلهم الا مثلا زعيمه. طب هون في مفارقه، أنت يعني صح. شو رأيك أنت على العقلية يلي عم بعدها بنفس الوقت رغم أنه محتاجة وعم تطالب بإبقاء زعيمة؟ ليك شوف، أنت حطيت إيدك على نقطة كتير حساسة بالمجتمع اللبناني. يعني مسألة المحاصصات الطائفية هي اللي حمت الطائف الفاس دي من حركة الشعب الثلاثين سنة. أنا بقول لك لو اللون واحد أو لو ما في طائفية كانوا تحركوا من أول يوم الناس. أكيد. بس الناس لأنه كان الفاسد مغطى بالطائفة تبعه، ما عم بيقدر حدا يقرب عليهم. يعني لما مثل ما قلت يعني أنا بفترة كان رئيس الهراوي والرئيس الحريري والرؤساء القتل النيابية كلها انخرطوا بعملية الفساد ووضع اليد على مقدرات الدولة والمحاصصة. يارك بالوظائف، ما انت بالوظائف عم توظف ناس، هيدا منيح، ولكن كانت المحاصصة بأخذ المال العام وحطه بالمصائب الحسابات الشخصية، هون كانت المشكلة. بس الناس ما كانت تقرب لأنه الناس كان في انقسام طائفي حقيقي. أنا بقول لك هيدي من أثار الحرب الـ75 كانت بعده، من وضع خطة تربوية لتغسل نفوس الناس من آثار الحرب الطائفية اللي قعدنا 17 سنة. هلا ترينا هالآن؟ يعني انت ما عم بتشوفيها هلا؟ ما عم تشوفي ببوادرها شوي؟ يعني ما عم تلاحظي ببوادرها هلا بالشارع وخوفرين من حرب؟ وحتى اليوم يمكن بقصة البوسطة ارتدت من الجنوب على اعتبارات انه الأسامي الموجودة بقلبها للبوسطة أسامي لنقول مشبوهة وعندها توجه سياسي معين ضد طائفة معينة أو ضد سلاح معين، رفضت انه تفوت على صيدا، بعدين رجعت فاتت مع القوى الامنيه وقالوا انه هيدي هي مقاربه ببوسطه عين الرمانه. يعني الناس صار عندهم تخوف استاذي بشرى من العوده الى 75. بس خليني اقول لك شيء، هلا انه الوضع ينفجر ويتحول لمشكله امنيه الى مصلحه الطبقه السياسيه، تحول الوضع لصراع طائفي لانه هي بتستثمر بالصراع للبقاء طائفي. يعني للبقاء، يعني نحن المفارقة مثلا انه عندك اليوم القوات اللبنانية برئاسة سيد جعجع، عندك وليد جنبلاط وعندك سعد الحريري، هلا هن صاروا قادة الثورة اليوم. يعني صرنا نحن الشعب الفاسد وهن صاروا الثوار، نزلوا جماعاتهم وصاروا يقطعوا طرقات، هن يقطعوا طرقات جماعاتهم وصاروا هن على الثورة. هيدي نوع مثل واحد عم يقطع الطريق عليك ليتغداك قبل ما تتعشى، هيدا الاسلوب، هيدا اسلوب دهاء سياسي طبعا بمحور الطرقات. هنحكي فيها
بالمحور الطرقات حنحكي فيها قصة الطرقات وشو رأيك فيها. هذا بمحور تبع القضاء والجيش والقوى الأمنية يلي عم تتصرفوا بهذا. ايه بس انا عامل لك عم يلتعب بالناس اللي على الارض. الناس اللي على الارض اول ما فاتت نسيت الطائفية، والتقت الناس كلها ببعضها وحبت بعضها وانسجمت مع بعضها وحسوا انه يا عمي نحن مش به بعضنا مبين. صحيح. يعني فيش واحد شكله كأنه من كوكب آخر، كلنا مش به بعض. فانسجمت الناس مع بعضها وجمعها الهم بالواحد. ولكن انت الأصابع السوداء اللي بتلعب دايما لعبت لعبت بعدنا عم نحكي. يعني شتم يعني برأيك انت شتم السيد حسن ولي ما يمثل السيد حسن، مش بس على صعيد يمكن طائفي وحدي، على صعيد لبنان إذا افترضنا، هل هيدي أبعدت بعض الناس اللي كانوا فعلا نازين يطالبوا ويشاركوا إخوانهم بكل الطوائف بهيدي الصرخة؟ هل تعتبري هيدي الشتم والمسبات والإساءة شوية يعني حرفت مسار الثورة إلى مكان آخر؟ خليني أقول لك، بلشت المسبات برموز الدولة. سيد حسن مش من رموز الدولة، ولكن الأصابع الخبيثة لتشيل يعني تنشن بالسهم على اتجاه آخر وتحرف المسار على اتجاه آخر صارت تتناول شخص السيد حسن. شخص السيد حسن مستهدف إسرائيليا أكيد، مستهدف من دول غربية أكيد، مستهدف من محل ما أنت أكيد. طيب حسن حاطينه على الإرهاب، فصار فيه صار في عمل من أجل حرف الشعارات الحقيقية للحراك الوطني وتصويبه باتجاه سيد حسن لبعدين يوصلوا منها لبارود المقاومة. يعني هيدي الناس اللي نزلت ناس مدسوسة، ولكن أنا لما نكون على الساحة يعني أنا عم تكون الناس اللي حوالي من كل الطوائف، يعني دروز وسنة وشيعة ومسيحيين ومن كل الطوائف، حتى في منهم سابقين، في منهم اشتراكية سابقين أو غيرهم، عم يلتفوا حوالي وبيوجهوا لي بعض الأسئلة بخصوص المقاومة والسلاحة. لما أنا عم بطرح أنه نحن عندنا ثروة وطنية جاية، هاي الثروة إذا ما في بندقية حزب الله تحملنا إياها ما بنقدر نحصل عليها، لأنه إسرائيل عم بتنافسنا عليها. ولهلأ نحن مختلفين نحن وإسرائيل على ترسيم الحدود البحرية، لأنه بدأت تاخذ لنا هي البلوك رقم 9 عم تقول هاي دائلة وهو قلنا للبنان. هيدا كمان من نواحي تانية عم بيجربوا يقتطعوا من حصتنا. فنحن لما رئيس الجمهورية بصور بيقول لا هاي حصتنا، والسيد حسن بيقول له نحن ما بنقبل ترسيم الحدود البحرية بالشكل اللي بدأ يا إسرائيل. طبعا مين اللي حامي هيدا الخيار السياسي؟ اللي حامي بندقية المقاومة. صحيح. لأنه إسرائيل بتحسب لها ألف حساب لهاي. عشان هيك بتلاقي الناس اللي بتنشن على بندقية المقاومة بتخدف بالهدف الإسرائيلي، بعض الناس اللي على الأرض بدون ما تدري، بس الناس اللي عم بيخططوا لها ويوجهوها لا عارفين حالهم شو عارفين حالهم. ايوه ما هذا هو عم يستعملوا الشارع، وحتى الشارع بيقول لك هل يمكن يقوموا عليك انت تقولي انك انت قلتي في مندسين. البعض بيقول لا نحن مش مندسين، نحن وطنيين وعندنا حقوق ومش قبلانين بسلاح هذا الفئه معينه من الناس مع هذا السلاح نحن ضده. هي هيدي المعادله. انا بدي اياكي بس يمكن شويه تحكي عن هيدي القصه وتوعيه للناس انه فيك تكون ضد سلاح المقاومة يا خيي على صعيد معين، ولكن بتعوزه مثل ما حضرتك قلتي حضرتك انه نحن عايزينه كورقة ضغط على اسرائيل حتى ناخد كمان مقدراتنا البترولية وغيرها والغاز من البحر وإلى ما هنالك. فيك تعطيني بس هيك لمحة انه لا انا ما بدي وجه كلمة للثوار انه معنا والله سيدي بشرى عم تقول انه في مندسين ولا لا، انا هذا اللي بدي افهمه، في بعض المندسين ولا لا بقلب الحراك؟ لانه الناس بتقول لا نحن كلنا وطنيين وما في حدا حاجه تخونونا وحاجه تهولوا علينا ونحن مثلنا متكون لبنانيين. انت شو شايفي على الارض؟ بس خليني انا بدي اكون واضحه، انا بدي يمكن انقطع الكونكشن عند السيدة بشرى.
رح نرجع نحاول اكيد ناخذ السيده بشرى لترجع نكمل هالحلقه ونحكي فيها عن الاحداث و الاكيد هات لنرجع نتصل بالسيده. نحن كلنا بنعرف انه كنا بنعرف الكونكشن والانترنت. انا بدي لي احط اوكي. ها حطينا اوكي من هون. المهندس الموجود معنا حسين. اوكي لازم تطلع. على كل هاي مشكله من المشاكل اللي كنا عم نعاني منها نحن بلبنان هو الانترنت والدفع للفاتوره العاليه. دفع الفاتوره العاليه وما في كونكشن حتى نص الجي ما في. نص الجي ما في على اساس بيقولوا 4 جي كمان. برايك انه مزورين ال 4 جي حاطين منظر يعني ولا كيف؟ تفضلي كوني صريحه واحكيني ردي. لا على كله في لعب فيه بلبنان اذا عندنا اكيد 100% لك. يعني اليوم الامريكان عم بيتابعوا، اليوم الاوروبيين عم بيتابعوا، لما بيجيك وفد موفد فرنسي بيجي بده يتدخل وبيطلع ورا جمعيات المجتمع المدني بده يجتمع فيها وبيروحوا بعض الناس بيجتمعوا فيه. انت عم تجتمع بشخص اجنبي من اجل وضع داخلي على اي اساس؟ هذا تدخل ولا مش تدخل؟ هذا لعب ولا مش لعب؟ هذا انا هلا اذا في مشكله بفرنسا لوقت الصفر هول استترات الصفر كان مسموح للبنان يروح والله يبعت موفد ويقول له شو عم بيصير عندك يا ماكرون؟ ليش هو بده يبعث مفادين لهون؟ هو غيره في تدخل؟ نعم في تدخل، ما حدا بيقدر ينكره، بس شعبنا واعي، شعبنا بلش يحس انه في حدا اجنبي بده يتدخل فيه. انا بقول لك الشعب كشعب بيوقف سد بوجه هيدي الامور، ولكن بتضلك انت تخاف من الاصابع السوداء لهي الجهات، هاي الجهات الى اصابع الى اصابع. في ناس يعني تستفيد من العلاقة، ما انت عارف في اليوم مستشارين لبنانية عند ترامب مشيك. وبيحكوا بلهجة عدائية عن لبنان أكثر من أمريكا. أكثر من أمريكا صحيح. يعني ياما مثل وليد فارس وغيره. إنه مثل إنه في كتير هيك من هالنوع. أما بالنسبة لبندقية حزب الله، بس حدا يقول لي أيمتى بندقية حزب الله استعملت غلط؟ بندقية حزب الله حمت لبنان من إسرائيل. أنا امبارح بعدني عاملة حديث إنه إسرائيل سنة 68 بعتت كوماندوس إجا على مطار بيروت حرقت 13 طيارة بالمطار وفتح السوق الحرة وشربوا ويسكي ليحطوا على عيننا إنه بكل برادة أعصاب حرقونا طياراتنا. وإجا رئيب بالجيش قوس عليهم انحال على المحاكمة هيدا الرئيب إنه أنت كنت عم تعرضنا للخطر ليش تقوس على الإسرائيلية. ب73 اجت كوماندوس اسرائيلي قتل 3 قيادات فلسطينيه بشارع بردان بنص دين بيروت. طيب ب82 شارون راح احتل القصر الجمهوري، حبس رئيسنا اليسر كيس كان حبسه بالطابق العلوي شيك وقعد على البنك على الكرسي على كرسي رئيس الحرس الجمهوري وحط رجله على الطاوله. طيب هلا بندقيه حزب الله حمتك وحمت كرامتك من كل هاي المواقف وحمت رقبتك وحمت دمك من العبث الاسرائيلي وحمت ثورتك الوطنيه برضه من العبث الاسرائيلي. هاي وحده. اثنين انه لما اجت داعش وصلت على سوريا وبدها تكمل على لبنان، حزب الله بدل ما يسمح لها تكمل على لبنان ويفتح معركه بالداخل اللبناني مع داعش ليحمي لبنان من داعش راح لقاها بسوريا. حمى لبنان من خطر وصول داعش للبنان. بس حدا يقول لي وين الغلط بهاي؟ بيبقى في ناس بتضلك تقول لك سبعة أيار كانوا قاعدة، ما حدا يقول كانوا طيار مستقبل. أنا عندي ملفات لهيدا الموضوع. حلو. ولما نداهم مكاتبهم أنا بتحدى واحد يقول في قشة كبريت انفقدت من بيت واحد ببيروت، بتحدى فاتوا بكل لياء وتهذيب على البيوت، بس المكاتب اللي كانت عم بتجمع فيها سلاح القاعده راح اخذوا بعد ضربه كف ما صارش. لا ما في في يعني كتب على السوشيال ميديا سيدة بشرى سيطر على الوضع ونظف بيروت من القاعده. بس يعني يقال الناس يقال حرفتها وقالت نجوم شيعة في بعض الناس في بعض الناس عم تروج اعلاميا وعبر السوشيال ميديا انه لا إن اهينت بيروت واهينت كرامه اهل بيروت. هلا بدي اشوف بدك تعطيني كيف عندك ملفات من هن القاعده كيف عندك الملفات من هن اهل بيروت نلك الملفات نلك الملفات
عباس من هني اهل بيروت؟ اهل بيروت مين هني؟ تقدر لي من هني؟ العيل، العيل ببيروت 70% من سكان بيروت شيعة. لا شيعة يا استاذ الله يخليك. ايه يا عمي 70% من ملكية الاحياء الراقية في بيروت شيعة. اي هلا شوي الصوت عم يروح. ولا 100% ملكية شيعية ولا لش اهل بيروت من هني سكان بيروت؟ بعد قلش مين اللي هجم؟ ما هجم ابن بيروت الشيعة، انه اللي مع حزب الله ابن بيروت اللي هجم، بيناتهم ولاد العيتان وبيناتهم كثير ناس من الناس الوطنية والقومية والعروبية، كانت ماشي مع حزب الله. ليش حزب الله ضمن الضاحية اجا؟ لا اجوا ولاد بيروت اللي بحزب الله. طيب يا عمي هلا في ناس مفكرة انه بيروت سنية والضاحية الشيعية، مش صحيح هذا الكلام. بيروت يا عمي فوق 70% من سكان بيروت شيعة. هلا شيعة وبعد لك ياهم حي وحي شارع وشارع بينحسبوا. خلي حدا يجي، خلي لجنة استقصاء امريكي، خلي الامريكان يجوا يعملوا دراسة. عندهم شيعة بلاوي الامريكان. مش نحن كلنا وين ساكنين؟ انا اهلي كلهم ببيروت. لا ما انا اهلي كلهم ببيروت يا عمي. اهلي جوية وين قاعدين؟ اهل بنت جبال وين قاعدين؟ اثرياء الطائفة الشيعية كلها وين ساكنة؟ حتى الأحياء الشعبية ببيروت مثل حي اللجمة كله شيعة. طيب منطقة المزرعة 3/4 شيعة، حتى طريق جديد اللي هي لون واحد تقريبا فيها نسبة كبيرة من الشيعة. الأحياء طيب مختلطة يا عم، الناس مش طائفية مع بعضها، سياسيين طائفيين. ماشي بهيدي المرحلة، بهيدي المرحلة استاذي بشرة، يعني في جيل جديد كمان ما عنده هالمعلومات اللي حضرتك عندك إياها أو اللي أنا بعرفها أو كل الناس يعني اللي عاصروا بندقية المقاومة وما يعني وما فعلت بندقية المقاومة لحماية لبنان يمكن وشعب لبنان. في مجموعة من الناس ما مأمنين أو ما بيعرفوا. يعني إذا افترضنا كمان بآخر فترة كان شخص موجود بالخيام الوزير شرب النحاس، ألا تعتبري أنه أخطأ بالوصف؟ ألا تعتقدي أنه أخطأ بالوصف بدل ما يتفضل بالمعلومات اللي أنت هلا عندك إياها، بل صوب سهامه على سلاح المقاومة وأجج الناس أكثر؟ لك أخطأ كتير مش شوي، وهي الأخطاء اللي اعتذر عنها هو وقبلتها الناس لأنه ما بدها تفتح مشكلة معه. بس هو لا أخطأ، واعتذاره أنه أنا أخطأت مش كافي لأنه نحكى كلام كتير كبير. مش هلا هيدا ما بدنا نفتح معارك جنبيه نحن. بدناش نورط، ولكن اليوم بس حدا يقول لي، بس حدا يقول لي انت عندك ثروه طالعه بالبحر، ثروه نفطيه ومن الغاز كتير كبيره، انت كيف فيك تحميها؟ بس قول لي. اذا حدا بيقول لك الجيش يمكن، مش هيك؟ طيب ما الجيش كان موجود لما احترقت طياراتنا مطار بيروت، كان جيشنا وقتها اقوى من هلا، كان عنده سلاح وعنده طيارات ميراج وعنده افضل انواع الاسلحه الامريكيه والفرنسيه. هلا نحن خرطوشي امريكا ما بتعطينا لا هي ولا فرنسا، جيشنا بدون سلاح. هلا كيف فينا نحمي الثروه برج اسرائيل؟ جيشنا بيقدر يوقف برج الجيش الاسرائيلي؟ ليش الجيش المصري والجيش السوري قدر يوقف برج الجيش الاسرائيلي؟ طيب ولا هودي المعلومات، اذا اكبر جيوش عربيه ما قدرت توقف جيشنا بده يوقف؟ ما بيقدر. لا طيب هيدي المعلومات، هيدي الثروه فقط حزب الله بيحميها، فقط المقاومه. طيب هيدي طبعا انا بقول حزب الله مش لحاله، في مقاومين آخرين مع حزب الله من الأحزاب الوطنية، ولكن المقاومة، وفي على فكرة في سنة وفي مسيحيين بحزب الله وبالمقاومة، ما حدا يفكر إنه شيعي صرف. أنا بعرف دروس. ألا يحتاج غطاء؟ ألا يحتاج غطاء شعبوي كمان؟ يعني من كل في غطاء شعبي يعني. أول شيء الشيعة لحالهم مليونين، نص لبنان لحالهم، غطاء هيك بدل هيدا غطاء ولا مش غطاء؟ أنا بقول عم تحكي طائفية يا أستاذ بشرى. تاخذ الشرائح الوطنيه كلها بالطائفه الدرزيه وبالطائفه المسيحيه وبالطائفه السنيه، يا عم السنه كل عمرهم قوميين عرب، كل عمرهم ضد اسرائيل، كل عمرهم يحركوا الشارع العربي كله سنه لبنان. مين اللي كان يعمل مظاهرات وقت الجزائر وقت القضايا القوميه الكبرى؟ بيروت وطرابلس، كل عمرهم العروبيين وكل عمرهم معادين لاسرائيل. انا بقول لك التبست الامور عليهم لما اجوا بيت الحريري حكموا، صاروا بدهم ياخذون على خندق السعوديه، والسعوديه صارت بلغص بلبنان، تشوشت الناس.
بس انا بقول لك حكهم للبناني السنه بالذات، بتلاقيهم عروبيين بعدهم وعدائهم لاسرائيل لا يغني حدا يعني. اكيد بعدهم يملكوا نفس مستوى العداء. اكيد تحيه لكل يعني الطوائف، تحيه لكل الطوائف وتحيه للطائفه السنيه الكريمه و اضافه انه العونيه على فكره، العونيه طيب ما اليوم هن فرد خندق مع حزب الله. إضافة أنه أنا اليوم بالساحة عم بلتقى بناس من القوات سابقين ومن الكتائب سابقين، كله بيقولوا لك يا عمي هاي الثروة ما بنحافظ عليها إلا بارود حزب الله، شو بنكذب على حالنا؟ طيب مين المسؤول عن توعية هودي الشباب؟ مين المسؤول مين المسؤول عن توعية هودي الشباب ووضعهم بسكة يعني بسكة الحق بالأحرى، أو بسكة أنه هذا السلاح يدافع عن جزء كتير كبير من أراضيكم ويحمي وطن لبنان، بغض النظر إذا اتفقتوا معه سياسياً أو اجتماعياً وإلى ما هولك، من المسؤول؟ ما نحن عم نشوف على الإعلام بالعكس، المقلب الآخر عم نشوف على الإعلام. لا كلا، سيب الإعلام على جنب، اليوم الإعلام ثلاث أرباعه مأجور. سيب الإعلام على جنب، نحن كلنا كوطنيين ومثقفين وواعيين نحن مسؤولين عن هالموضوع، بس مش كل الناس. هلا أنا شو حزبي؟ ما عندي حزبان. أنا إنساني وطني بتطلع بحزب الله بلاقي بهالمسألة صح بوقف معه صح. بارح كنت مرشحة ضد مرشح حزب الله بالنيابة أنا. لا لا، لو من تمية حزبية ما بترشح ضده أنا، ما هيك؟ لو أنا من نفس الحزب. كيل إنك ولكن كيل أنا إنه أجبرتي، كيل إنك أجبرتي على الانسحاب. لا أعوذ بالله. لك يا عمي شوف الواشنطن بوست. مش أنا، ما تقولي أنا، هلا أنا وياك أصدقاء ما تبلشي. مش أنت، أنت لأنك بتعرفني أنت. الواشنطن بوست بذاتها اتصلوا في عشية تاني يوم الصبح بعد الانسحاب، قالوا لي نحن متأكدين أنه أنت ما حدا بيقدر يجبرك على شيء، بس شو الخلفية اللي صارت؟ قلت لهم أنا بالنسبة لي السيد حسن رمز كبير جدا، اليوم هو عم بيقود الصراع العربي كله بوجه إسرائيل، وحامي الأم العربية كلها وحامي شرف الأم العربية، وعم بيقود هالمواجهة الضخمة. فأنا لما بيطلب مني ما بتفصيل صغير مثل قصة معهد نيابي، ايه بتجاوب معه، خاصة انا تفهمت الاسباب اللي قال لي اياها. ف ولا حدا يضغط علي، اول شيء بنضغطش عليه، بعدها هني ما بيضغطوا. عم الناس بتفكر انه حزب الله لانه هو بيضغط على العالم، بحياته ما بيضغط على الناس. بدليل مترحين النهار يا عمي، لما بتسوى الفساد كله تركنا على حل شعره. بعتك رسالة ولا اتصل فيك؟ لا، السيد حسن طبعا عنده ظرف ما كان فينا نلتقى وجه بوجه، بس بعت لي رساله مع سماحة الشيخ نعيم قاسم، رساله يعني اطربتني بصراحه، لانه مضمونها كان كتير محترم، وكان فيها يعني فيها امور بتنقال وامور ما بتنقال يعني. ولكن انا اللي فهمته من الرساله انه عارفيني مثل ما انا وقاريني كتير صح ومقدريني تقدير كتير عالي. لأنا قلت له الشيخ نعم ما زال فهمينيني هالقد وعارفيني قيمتي هالقد، خليني بهيدا المطرح أنا بفيد أكثر من صديق الشيخ حسن فيه. يعني وعدوكي بشيء؟ وعدوكي بشيء؟ لا لا لا، أنا بساوم. نحن عم نحكي، نحن عم نحكي وعدوكي مثلا. لا لا، هلا مش هلا مش قصة مساومة، هي مش قصة مساومة، مش قصة مساومة استاذ بشرى، مش قصة مساومة. أنت عم تقولي بيعرفوكي وعم يعرفوا توجهك وبيعرفوا قدرتك وبيعرفوا عملك وبيعرفوا خبرتك بالحياة بالسياسة أو بكل الأمور اللي أنت بتستلميها. نعم. ما يعني مثلا أستاذي بشرى أعطينا هذا المقعد، وإن شاء الله بالتشريكيلات الانتخابية اللي جاية إن شاء الله نحن بركي بتكون بمعنى بتأليف حكومي أو مثلا بالحكومة الجاية. أنا عامل لك هيك، أنا ما قلت لك سوى موكي، قلت لك هل إنه يعني طيبوا لك خاطرك وعدوك بشي هيك؟ لا لا، يعني لا، احنا بنحب نشوفك بوزارة. أول شيء مش أنا اللي بيطلب ثمن مواقف، بحياتي ما أخذت موقف وطلب الثمن، وهي نقطة. النقطة الثانية، هني جماعة كبار كمان وجماعة بيعرفوا أنه بهيدا الموقف بالذات ما بيجوز يساوموا أو يقولوا يوعدوا بإشياء. يعني هني تصرفوا بكبرلية وأنا تصرفت بكبرلية، الناس الكبيرة دايما بتتصرف هيك أنه في موقف يا إيه يا لا. ماشي. بهذا الموضوع أخذنا الموقف المناسب، يعني هو بذاته هدف ومطلب، وقال لي أنا لا بصير كذا، لا لا أنا بفوت فيها ولا هني بفوتوا فيها. ماشي، على كل هني فاهمين بالضبط مع مين قاعدين ومع مين عم يحكوا. قبل ما أطلع من هذا المحور أكيد بدي رحب بكل اللي عم يحضرونا
واي شخص حابب كمان يطرح سؤال للسيدة بشرى حول المحاور اللي نحن عم نحكي فيها. هلا نحن عم نحكي كنا بالمحور الاولاني، بتامل انه تعطيني سؤال بكل محور بمحوره، يعني لما نكون عم نحكي عن محور الحراك اعطونا سؤال عن الحراك، عم نحكي عن الوضع المالي اعطوني سؤال عن الوضع المالي، طرحوا عليها سؤال بالوضع المالي. يعني في عنا خمس محاور، المحور الاول قلنا السراك الثوره والحراك، الوضع الاقتصادي والمالي والانهيار المالي اكيد هلا بتحكينا فيه سيده بشرى لانه عندها كثير معزه لحاكم مصرف لبنان، اكيد كمان عندنا تأليف الحكومة ورفض وقبول الرؤساء، وعندنا كمان القضاء والجيش والقوى الأمنية والتعامل، والمحور الأخير هو الثورة إلى أين ولبنان إلى أين. حنحاول إن قد ما فينا نقصر الوضع. في سؤال بس سألك شخص بيقول لك بس الأمن الحزب الله لمين تابع؟ شو؟ أمن حزب الله لمين تابع؟ هو عم بيقول شو لأمن تابع؟ المسألة بس لأمن الحزب تابع، بس لأمن الحزب تابع، يعني هو الحزب تابع لنفسه. نعم الحزب تابع لنفسه، مش تابع لحدا أبدا ولا بيتبع لحدا الحزب. هو يمكن قصده أنه إيراني، يمكن قصده يكون أنه لا لا، الحزب إيران بتدعمه لأنه إيران عم تدعم أهدافنا الكبرى بتحرير أرضنا، هي أولا. المرحلة الثانية عم تدعم أهدافنا بوقف العدو الإسرائيلي عند حده، لأنه كمان إيران بتعتبر الإسرائيلي عدو لأنه مسيطر على بيت المقدس وهي واحدة من الحرمات الدينية الإسلامية. طيب نحن قبل ما نفوت على الشق الثاني اللي بدنا نحكي فيه، في لميس جويد بتقلك استاذي بشرى وزيرة عدل ان شاء الله. لميس اللي شفتيها انت بالحراك وتصورت معك، اللي تصورت معك صديقتنا، فبتقلك ان شاء الله وزيرة العدل، ان شاء الله بتكوني وزيرة العدل. طيب خلينا نفوت يا سيدي، نحن انا واللي مثلي كلنا بهمنا هالبلد يقطع هالمرحله بسلامه، بهمنا تيجي الناس اللي قادره تخدم البلد على المواقع الرسميه ان شاء الله. عندي سواء انا إن او غيري، يعني منهم انت استاذه بشرى وانا بيجي بشتغل معك ما بيأثرني قبلين. ماشي. طيب ماشي. بدي يمكن انا عفوا بدي اقول انه انا ما اخذت، مش عم باخذ يمكن من الصفحه، اعذروني. هلا وصل لي التليفون اللي موجود عليه الكومنتس تبعوا الصفحة، في أسئلة كتير يعني كتير موجودة. قلت لك قبل ما فوت على يعني هلأ سامحوني، هلأ وصل قدام هذا، وصل عندي شخص بيقول ما تعليق السيدة بشرى على دمج سلاح المقاومة والجيش اللبناني ويصبح لواء حماية الحدود؟ لا لك هالمسألة صعبة هاي، لأنه بصير يعني الجيش والدولة اللبنانية كلها بدها تتحمل مسؤولية أي اشتباك بيصير بين حزب الله وإسرائيل. لما حزب الله بيضل مقاومة منفصلة عن الجيش، ما بتعد الدولة اللبنانية كلها، حتى لو تبنت رسميا ولو تبنت المقاومة بالبيان الوزاري، بس ما بيعود الدولة اللبنانية كلها مسؤولة عن تسديد فواتير أي صدام بيصير بين مقاومة وبين إسرائيل. هيك أفضل وبيخدم أكتر. بعدين ما فيك تحول حزب الله لجيش نظامي، بيفقد كل فاعليته، كل قوته بيفقدها. طيب قوة حزب الله إنه مش جيش نظامي. ماشي. محمد حوراني بيسألك سؤال، ليش السكوت الواضح لحزب الله بهذا الحراك؟ توضيحي يعني توضحي له السبب انه ليش حزب الله ساكت عن هذا الحراك؟ ما سكت، السيد حسن صار حاكي ثلاث مرات بالموضوع. مش ساكت، بس هو عم بيراقب وشاعر انه في هدف كبير بدها تجرب تستفيد من هالوضع امريكا وتوصل له، اللي هو الصدام المباشر مع حزب الله، وانه في محاوله لزعزعه الارضيه اللي بيوقف عليها حزب الله وخلط الوراء بلبنان. فحزب الله عم بيحاول قد ما فيه يكون متأني، وعم بيحاول قد ما فيه يكون دارس كل خطوة بيخطيها بهيدا الموضوع، وعم بيتابع بحذر شديد تطورات الوضع. حلو. هلا على كل اكيد بتعرفي انت بكل التعليقات بيكون في ناس مع، في ناس ضد، في ناس مؤيد، طبيعي. في ناس، هذا طبيعي جدا ونحن بنحترم كل الاراء، بس بتامل اكيد السؤال يكون ضمن ادبيات الحوار وادبيات الطرح، سواء اذا يمكن تتفق مع الضيف او لا.
على كل بدكم كمان تتابعونا عبر واتساب ميديا نتورك دايما، هيدي الصفحة اللي أنا كمان بقدم فيها برنامج حديث الجالية، وفي عنا كتير برامج كتير مهمة على صعيد الجالية أولا، وحتى على صعيد العالم الخارجي، يعني مش بس هي محصورة بالجالية، موضوع اللي بده ينطرح بده ينطرح لكل الناس، يعني ما لا جماعة تجي أنا عندي برنامج، عندي حلقة عن المخدرات، المخدرات بكل العالم، مش بس بي يعني مش بس بلبنان. خليني أفوت على المحور الثاني، واللي بعرفك أنت كنت عم تحكي فيه من فترة وعملوا لك يمكن لقلو كمان انتشار واسع حول القضايا المالية والمال المنهوب، نعم، واسترداد المال العام والوضع الاقتصادي المالي، وأنا نعم. بعرفك أنك أنت كتير 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 بتحبي لحاكم مصرف لبنان، ما تقولي لا. شو عندك معطيات وإلى أين الليرة اللبنانية وليش غلي الدولار وليش هلأ المصارف على فكرة ما عم تعطي المودعين الأموال ولكن الصارفين لديهم أموال، ففي تناقض شوي صغير الناس عم تحتار. لا طبعا طبعا فضلي. طبعا قصة كتير خطرة وكبيرة، يعني أنا أول حدا يمكن بلش يحكي سلبا على حاكم مصرف لبنان. أنا من شهر 4 عملت فيديو على صفحتنا وحكيت عن خطورة سلوك المالي لحاكم مصرف لبنان وعن خطورة الهندسات المالية، وكشفت أنا أنه حاكم مصرف لبنان عنده حساب واحد فقط ببريطانيا بلندن قيمته تقريبا 700 مليون جنيه استرليني، أي ما يعادل مليار دولار. هيدا حساب واحد، نعرفش الباقيين قديش يعني. طبعا هيدا من المال اللبناني هيدا، لأنه هو معاشه قد ما يكون، طبعا قد معاش حاكم البنك المركز الأمريكي عشان 4-5 مرات أغلى. ولكن مهما كان يعني هاي المليارات اللي عم يعملها هيدي من مالنا نحن، من مال العام. الهندسات المالية اللي عملها هي اللي وصلت لبنان على الشفير الهادي. أنتوا عندكم نموذج اللي هو مادوف اللي صار، شو عملت فيه أمريكا؟ هيدا لما لعب بالمال وصار ياخد ودائع الناس ويوظفها لمصلحته هو، وكان يدفع الأرباح للناس من ودائع الناس الآخرين، هاي اللعبة هذا وقتها كانت الخسارة تقريبا 64 مليار دولار. شو كانت النتيجة؟ أمريكا حطته بالحبس وحكموه 150 سنة، أقصى عقوبة بتحكم فيها الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة أنه شلحوا كل ما يملك بما فيهم التابلويات اللي ببيته، ما خلوا له شيء، صادروا كل ما يملك. ليش؟ لأنه لعب بالمال العام ولعب برساميل الناس وبجنى عمر الناس. نحن هيدا الحاكم عمل مثل ما عمل، بس إذا بدك تقارن اللي عمله مدوف على مستوى الولايات المتحدة اللي بيقولوا أخطر محتال مالي مرق بتاريخ العالم، بس بالنسبة لنا على مستوى لبنان أخطر منه رياض سلامة، لأنه أمريكا ما فلست من وراء، بس نحن عم بفلسنا من وراء، عم بحط لبنان على شفير الفلاس هو، لأنه هيدا المال كان عم بتاجر هو المصارف فيه، وأصحاب المصارف جزء كبير منه من السلطة الموجودة موجودة من أركان النظام اللبناني، أركان السلطة. وبعدين اسم من رجال المصارف برضو فاتوا على المجلس النيابي، يعني المصرفيين صاروا سياسيين والسياسيين صاروا مصرفيين، وخلصنا بقى إذا بتخلص. فهيدي الحاكم 23 سنة عم يلعب بالمال العام وعم يسرق المال العام، ما في محتال ضاين هالقد ببلد. وعشان هيك أنا بقول يعني الله يقطع هالمرحلة على خير، إذا الله بحبنا وقطعت على خير طبعا المفروض ياخد جزائه، والمفروض تتصادر أمواله اللي بلبنان واللي برات لبنان، هو والباقيين كمان. طيب لأن احنا عنا بلدنا مش فقير، بلدنا منهوب، يعني هالمال المنهوب موجود اسم منه بالمصارف واسم منه للمصرفيين ورجال السياسي برات لبنان، هيدا كله لازم ينجاب يرتد على الخزينة. يعني أنت مع استرداد المال العام، بس كمان قبل هذا الاسترداد في مثلا سؤال لكل الناس يعني وتروج له عبر السوشيال ميديا كلها، والناس صار في عندها مخاوف انه هذا الضغط المالي او بالاحرى العقوبات المالية على البنوك هي نتيجة سياسة حزب الله، انه بدنا نضغط على حزب الله ماليا والمؤسسات وحتى يضيق الشعب وينفر يعني ضد سلاح هذا المقاومة، وسحبت كل الأموال يمكن أمريكا أو أعطت الضوء الأخضر لحاكم مصرف لبنان أنه
يلعب بالدولار ويطلع الدولار وساعة يفقد الدولار حتى من السوق. هل هو هالحكي اللي قال مزبوط لك هيدا؟ هيدا، ايه هيدا مزبوط مخطط هيك. بس هي بالنسبة للضغط، ضغطت على البيئة الحاضنة، كل حدا شي اعتبرته بيئة حاضنة وجربت تسكر له مصروفه، مثل ما عملت آخر شي ببنك الجمال. بنك الجمال ما له علاقة بحزب الله ولا خصه بحزب الله، وأنور جمال ما هو جنسية إنجليزية، وأصلا مش ملتزم دينيا. أنور من جوين بلدنا أنت بتعرف يعني، ولا له علاقة لا من قريب ولا من بعيد بحزب الله، ولكن فقط إنه شيعي في موضعين. كمان. يعني الديمقراطية، الديمقراطية الأمريكية بين مزدوجين، يعني إنك أنت تجي تقتص بهالشكل من الناس الأبرياء لتشكلي لتخلي الطائفة الشيعية إنه توقف بوجه حزب الله، كمان السياسة خاطئة هاي. لا هن لعبوا اللعبة الكبيرة اليوم، إنه عم بيزعزعوا الأرض اللبنانية كلها، إنه بلكي بيحولوا الأرض اللبنانية كلها لبيئة معادية لحزب الله. كمان مش حينفع، ما حتزبط. مخطط يمكن يقضي على لبنان بس مش حيقضي على حزب الله، اذا هن فاكرين هيك هني يعني. اساسا حزب الامريكان الله صار عصي. هني هيك الامريكان لو سياستهم الخارجيه تقريبا مثل الداخليه كانت كل العالم بتعيش بنعيم على فكره وغير شكل يعني. يا ريت يا ريت ما عندهم يا عم ريت اعمل لك لتمنى. انا مع السياسه الداخليه بامريكا، ولكن يمكن ضد الخارجيه، ضد سياستهم الخارجيه لانه كثير وانا مع غبيه، الداخليه. كثير غبيه، كثير انا اغبياء. انا بجي على امريكا وبشوف الانسان قديش محترم بامريكا، بعمل وبشوف لك كيف كل شيء مؤمن لو للمواطن يطبق الامريكي. يا طبعا. ريت طب في عندك يا ريت ملك نتمنى. كرفاني بتقول لك هل باعتقادك نحن على طريق الهيركات ويكون الحل على حساب ايداعات المواطنين او تجميد الحسابات لمدة طويلة؟ لأقول لك شغلة، هلا اللعبة اللي عم يلعبها مصرف لبنان انه عم بيحدد المبالغ اللي بيسوى تنعطى للناس، انه بتعطوا للواحد لنقول بالجمعة 1000 دولار من حساباته. يعني انا لما بعرف رجل اعمال معه 150 مليون دولار عطى شيك ما كانوا يصرفوا له اياه، رجال اعمال تانيين بتعرف انت كل هول بيتعاملوا مع شركات اجنبية، طيب ما في عليهم تحويل بدهم يحولوها، وقفت التحويل كمان. طيب هي يعني هذا كله يمكن لوضع الشركات اللبنانية على شفير الإفلاس، وهذا عم يستعملها حاكم مصرف لبنان هاي الأمور تنفيذ للسياسة الأجنبية اللي نحن عم نتهموا فيها يعني. وهذا واضح، ما فيش تفسير آخر. بيبقى قسط المصارف، طيب اليوم لهم 5 أيام مسكرين المصارف، ليش؟ حدا يقول لي ليش؟ مسكرين، سكروا بابهم بالمرة. قال ليش؟ قال انه الموظفين الناس عم يتهجموا عليهم وعلى اشخاصهم. عم مش صحيح يصوروهم. هالكلام، مش صحيح، بس هي حجه للضغط، للضغط، لانه ودائع الناس هيدي كلها. انا بقول لك انه بخطر، انا مش كثير مطمئنه انه الواحد اللي عنده وديعه قادر ياخذها مثل الساعات اللي بده، لا مش مطمئن. طيب قبل ما كمان بدي اسالك في سؤال هون، يعني هذا السؤال كثير عم ينطرح قدام كل الناس وقدام كل العالم، وكمان حتى يروج له، وين بكل الاعداد يحكى نفس هذا السؤال، وين ما بقعد حتى انا يقال هذا السؤال، انه المقاومه كمان في بمكان ما تغطي الفساد ومشاركه بالفساد، كونه انه هي بالدوله، كونه انه هي بالحكومات وبالدوله. فيك تعطينا رؤيه عليك، هل هذا صحيح مزبوط؟ هل انه يمكن مضغوط على امره يمكن لا سمحت السيد انه ما في يفتح هالملفات، لانه كلنا بنعرف انه النائب حسن فضل الله يعني كل ما يطلع على منبر بيقول عندنا ملفات واذا فتحناها ستطيح برؤوس كبيره والى ما هنالك. الناس عم تسال يخيط راح، وحتى باخر فتره طلع السيد وقال بلشوا فينا. طيب ما في هيك شويه عند الناس ازدواجيه انه بدكم اصلاح الفساد والمقاومه بدكم تعوا بلشوا فينا؟ طيب شو ناطرين؟ هل تعتبري انت يعني انه حزب الله شريك بالفساد، او هناك فاسدين كمان مغطيين على الفساد الحكومي كله يعني؟ ليك هو ضحية الفساد مثل ما نحن ضحيته. حزب الله اعطيني اسم واحد من جماعته فاسد، ما بنلاقي. يعني انا اول وحدة كنت بحكي لانه انا ما في فاسد ما حكيت عليه، بس بحزب الله لحد هلا ما شفت ولا اي انسان فيك تتهمه بالفساد. ما بعرف عم بيقولوا اسلوب حياتهم تغطية، كيف هني عم بيقولوا مستوى السكوت، معيشته. هني عم بيقولوا السكوت. تغطية، ما
وصلت له وصلت له انه هو ما غطى. هو حزب الله كان ملتهي بالصراع مع اسرائيل، وبعد الصراع مع اسرائيل اجى يقابل الحرب الاسرائيليه اللي اجته من خلال داعش، الحرب البديله. ما هي حرب داعش حرب اسرائيليه بالاساس، واللي خطط له هو ذاته اللي بخطط للحروب الاسرائيليه. فكان ملتهي بصد عدوان داعش اللي هي حرب بديلة عن إسرائيل. بعد لامبارحة بارحة خذ بعده شبابه فوق، يعني بهيدا الوقت ما قادر يفوت على حرب داخلية، لأنه الحرب على الفساد يعني بدك تحارب كل رموز الفساد، يعني 80% من أركان النظام. طيب هلأ قادر تحاكمهم؟ قال هو عملوا ملفات، جمعوا ملفات الفساد كلها سلموها للقضاء. لا نحن كان عتبنا انه يا حزب الله القضاء اليوم عارفينه انه مضغوط على امره، والقضاء اليوم مش سلطه مستقله. انا من الناس اللي دبوا الصوت انه مش سلطه مستقله القضاء اليوم، طالما القضاء سلطه مرتبطه بالسلطه التنفيذيه لا تملك سياده كامله على نفسها، يعني القاضي خاضع للتليفون اللي بيجي من هيدا المسؤول ومن هيدا المسؤول. فما فيك انت تولي القضاء، القضاء محاكمته المسؤولين ما بيقدروا. هيدي المشكلة. هلأ نحن لقلك نحن عملنا قائمة مطالب أنا ومجموعة من رجال أنا المختصين بالحراك المسؤولين بهذا الحراك، إنه اليوم طالبنا بفصل سلطات. نحن لحظة الورقة قدامي، إرساء دولة القانون والمؤسسات وتطبيق مبدأ فصل السلطات تطبيق صارم، يعني صار عندك سلطة تنفيذية مستقلة تماما وسلطة تشريعية مستقلة تماما، مش نظام ترويكا ثلاث رؤساء جمهورية عندك، سنة وشيعي ومسيحي ثلاث رؤساء، ما بتزبط الأمور هيك، بدك سلطة تشريعية مستقلة لتراقب السلطة التنفيذية. اليوم إذا الوزراء كله النواب مين بده يراقب مين؟ وكمان بالنسبة للقضاء طالما مرتبط بالسلطة التنفيذية من خلال وزارة يعني العدل، يعني يكون في نقابة رقابية بعيدة انه بعيدة عن النيابة مستقل مع فصل وفصلته. اوكي طيب ايه 100% فصل الوزارة عن ومراقبة ومحاسبة، له دور محاسب. عم نطالب بتشكيل محكمة خاصة للفساد، مش القضاء ذاته الموجود هلا يحاكم الفاسدين، لا بيتشكل محكمه خاصه بثلاث اربع هيئات. الهيئه بتبقى من خمس قضاه من كبار القضاه المشهود لهم، سواء قضاه حاليين او سابقين او من رجال القانون الكبار المعروفين بلبنان، بيشكلوا هيئات لمحاكمه الطبقه الفاسده، وطبعا يكونوا من اصحاب الشرف والنزاهه ويحاكموا هاي، لان الملفات موجوده للكل، ويكون عندهم صلاحيه لرفع السريه المصرفيه ورفع الحصانات. يعني ما تضل قصة هاي عقبة بطريقهم، ويكون عندهم سلطة تنفيذية، يكونوا مستقلين بقرارهم ويكون معهم الضوء الأخضر. يعني بتشكل هاي المحكمة بيرتاح حزب الله، بيرتاح حزب الله، وهاي المحكمة كفيلة بأنها ترد المال المنهوب وأنها بنفس الوقت تحاسب الفاسدين، واللي بده عقوبة يتعاقب. طيب في سؤال. أول شيء بدي أشكر أكيد راعي هيدي الحلقة بالأخص بابايا فروت ماركت سيد خليل سعد وجميع فروعه. كان في سؤال لسمية الحاج حسن، هذا كنت بدي اسالك اياه انا قبل ما افوت على قامت سالته هي، سبحان الله يعني متطابقه الاراء. ما هي الاليه للاسترداد الاموال المنهوبه، وما هو دور الذي باستطاعته الثوار لعبه من اجل سبيل هذا الهدف؟ شو الاليه الموجوده لاسترجاع هذه الاموال، وهل هالثوار شو عندهم معطيات او باستطاعتهم يعني يشتغلوا على هذا الهدف واسترداع المصاري؟ شو الاليه؟ وهلا انه فعلا فينا الاموال المنهوبه مش بس من حاكم مصرف لبنان، من كل شخص افسد وفسد بهذه الدوله. نلكل نلكل طبعا. انا برايي ممكن ينعمل هيئه وطنيه لاسترداد، تحط برنامج لاسترداد الاموال المنهوبه، فيك تعمل هيك هيئة. هلا هاي الهيئة بتشكلها مجلس النواب أو الحكومة اللي بدها تيجي إذا انعطت صلاحيات استثنائية. نحن عم نطالب بحكومة بصلاحيات استثنائية لمدة سنة من برنامجها إنشاء محكمة الفساد وإنشاء هيئة لاسترداد المال المنهوب والقيام بتطبيق دولة القانون وفصل السلطات وكل هالمطالب هي، وبمرحلة لاحقة كمان وضع قانون انتخاب ممكن يعطي الفرصة
للناس الكفوءه انها توصل على مجلس النواب، نطلع من منطق البوستات والمحادل وغيرها. يعني هلا هاي الاليه هي بتوصل، الثوره بدها توصل. انا بقول لك لا، ثوره بوضع الحالي مش هي اللي بدها توصل، بس انا بقول لك بوصل لانه الناس تستمر بالشارع اذا تشكلت هاي الحكومة، يصير في اتفاق انه نحن بالجمعة مرة او بالاسبوعين مرة بدنا ننزل على الشارع، كل يوم احد لنقول او كل احدين، احد ايه احد لا، ننزل على الشارع من هلأ لا تخلص كل المهمات هيدي الحكومة وتقوم بكل الاصلاحات اللازمة. ليضل ضغط غير هيك ما بتملك الا وسيلة الضغط الشعبي، هاي الالية اللي بايدها بتملك شغلة. اذا الحكومة وافقت تعمل او طلع قانون بمثابة حكومة ظل، تتشكل حكومة الظل من شخصيات فكرية وقانونية وسياسية من الحراك الشعبي واللي هن كتار كتار، هول الشخصيات موجودين، يعني ممكن تتشكل منهم حكومة ظل تراقب الحكومة اللي بدها تتشكل وتراقب مدى تطبيقها للحق اللي نحن عم نطالب فيه. صحيح، انا كمان بدي اقول وبنوصل، بس تنعقد ان هي مظبوط وتصفى النوايا بنوصل بنوصل. بدنا اكيد نحن حنفوت هلا على الشق الثالث قبل الاخير او ما قبل اثنين من الاخير. بدي اشكر كل الناس اللي عم يحضرونا، ونحن بعدني انا بقول انه الصفحه لا تتبنى اي راي، وفيك تكتب اللي بدك اياه واكيد حتى الضيف، بس بتأمل الناس اللي عم تكتب. وأنا بدي أقول يمكن في شخص عم يكتب كتير، شو اسمه، فيك تسأل الضيفة، فيك تسأل الضيفة إذا عندك أي اعتراض أو أي مشكلة أنت عم بدل ما جادل فيها الموجودين، اسأل الضيف، لأنه الضيف هو صاحب خبرة وبيعرف أكتر بالقانون وبيعرف. يعني ما بعتقد أنه بشرى الخليل هي عفوا متفرغة بالمقاومة ولا بحزب الله، ولكن هي عندها رؤية سياسية معينة تحكي بشكل انك انت تستوعب، لانه نحن بالشارع هلا اذا ما استوعبنا مثل ما قالت تفضلت وكل العالم عم تقول نحن رايحين لخطر، خطر كتير قوي. خلينا نفوت بالشق التأليف الحكومي بالحكومات، تعرفي استقال، ظلت يمكن طلبوا الثوار او الحراك اسقاط الحكومه، قدم سعد الحريري استقالته، ناس قالوا انه ضغط عليه من امريكا، اجت ضغط من امريكا وصار وقع بين نارين، بين نار المقاومه وبين نار السعودي الامريكي، يعني صار وقع، يعني يا بيقبل بدون وحكي عن تكنوقراط وسي سقراط وما بعرف شو، ما خلينا بعد في سقراط بس ما جبناه يمكن كنا بهيدي المعادله. اعطينا رؤيتك او قولي لي رؤيتك عن عدم او بالاحرى عدم قبول الشيخ سعد، ويعني حتى هو سمى محمد الوزير محمد الصفدي، الناس نزلت كمان ضد محمد الصفدي كونه انه كلهم يعني كلهم كمان هن هودي من الاشخاص يلي هن كمان توالوا على الحكم والفساد، ما صروا ابن مبارح يعني صروا سنوات طويلة. عطيني عدم بعد تحديد هلأ عدم قبول أو تسمية سعد الحريري. لا كلهم فاسدين، لا إلا كل رجال الأعمال. بدك تعطيني حول رفض يعني بعد تحديد هلأ ما تسمى سعد الحريري. أول شيء رؤساء الحكومة اللي على الشاشة لألك شغلة، ما هني عم ينقوا من رجال الأعمال اللي تولوا على رئاسة الحكومة اللي هني سبب الانهيار الاقتصادي تبعنا. طيب هولي على أي أساس بدهم يجوا؟ إذا أنت بدك تعمل حكومة ضد الفساد، كيف بدك تجيب إنسان فاسد على رأس حكومة الفساد؟ ما مئاتي فاسد والسنيورة فاسد والصفدي فاسد والحريري فاسد. طيب طايفة غنية بكفاءاتها، غنية بشخصياتها، عنا نماذج مثل سليم الحص لا يعد ولا يحصى بالطايفة السنية.
طالما نحن منصب رئاسة الوزراء للسنة بلبنان متوافقين عليه كلنا، فعندك كتير شخصيات من أبناء البيوت المحترمين، ناس متعلمي، ناس إدمية، ناس عفوفي، ناس حريصة على المال العام وحريصة على إعادة بناء الوطن على أسس سليمة، مثل نموذج سليم الحص. سليم الحص كان موظف بالبنك المركزي، لما نختار رئيس اليسار سركيس ما حدا كان سامع فيه. طيب صار من أنجح رؤساء الحكومات اللي مرقوا بتاريخ لبنان. الاسم اللي بده ينطرح، أنا لأقول لك شغلي، هيدا النماذج في منه كتير. عندك قضاة نحن بنعرفهم، قضاة سابقين تولوا وزارات وكانوا أشراف بالوزارة وأشراف بالقضاء وتولوا مناصب كبيرة بالدولة وكانوا مارسوها بكل شرف وعفة. ليش ما بيجي واحد منهم؟ ما مليانين هول الناس. وإلا هلا بدك تقل الصفدة، طيب خليه يرد لنا الزيتونة بي ويرد لنا الأموال اللي نهبها وقت كانوا وزير أشغال ويردوا لنا كله، بعدين يحكي بالهيدا. المئات ما حدث ولا حرج عن اللي عمله سنيورا أكتر وأكترين يعني كلهم. هلأ في شيء بالنسبة لرئيس سعد الحريري. رئيس سعد الحريري بما أنه أصلا كان رئيس وزراء، كان السيد حسن عم يتمنى عليه ما يستقيل، مش يضغطوا عليه، ما بيضغط السيد حسن، عم يتمنى عليه ما يستقيل، عم بيقول له لأنه تشكيل الحكومة حيكون صعب، حيكون ياخذ وقت، خليك بالحكومة وخلينا نعمل برنامج إصلاحي تتبنى الحكومة من خلال السياسيين الممثلين بالحكومة. كان هيدا طرحه لأنه تشكيل الحكومة حيكون كتير صعب. طيب هلا هلأ وإحنا فيها قالوله الأمر كان استاهل استاهل. أستاذي بشرى، بس المفارقة وين؟ أنه من بعد خطاب السيد لما قال لن أدع الحكومة تسقط، من بعدها بيومين قدم استقالته لدولة الرئيس. ما قالش الحريق. لن أدع، ما بيقول لن أدع، ما بيقالش هيك سيد. قال أنا بإيده لسه. لا ما قال 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 يا عمي ما بيحب فينا. ما بيحب. نحن قال حنحاول قدم فينا ما ننزل الحكومة. يعني حاول شيء وإنه أنا أقبر وأنهى شيء تاني. طيب رجع بعد حسن كان عم يتمنى عليه، أنا بعرف عم يتمنوا عليه إنه خليه يصمد وخليه على أساسه بنعمل برنامج إصلاحي وبتم بتنفيذ الحكومة اللي هو رئيسها. بيقولوا الأمر كان طلبوا إنه يستقيل واستقال. هلا هذا اللي صار. هو يمكن عنده رغبة كبيرة إنه يرجع، بس كمان برضو مضغوط عليه. بيقولوا التكنوقراط، أنا بصراحة مش مقتنعة شو يعني تكنوقراط. إنه شو يعني بتجيب استاذ جامعة بتحطه وزير تربية وبتجيب، يا شوف يعني انت ممكن تجيب انسان وزير، ما هي الوزاره منصب سياسي بالاساس. صحيح. لما بدك تحكي بالثقافه بتجيب شاعر او اديب بتسلم وزاره الثقافه. انت بدك تجيب رجل يفهم شو هي السياسه الثقافيه اللي بدها تمشي فيها البلد. وزاره التربيه بدك تجيب وزير يفهم السياسه التربويه اللي بدها تشيل البلد من الوضع الصعب اللي نحن فيه وتعيد بناء الانسان من خلال المدرسه السياسه. ما فيك تجيب انت والله معلم مدرسي بالزمانات، مش معلم مدرسي بهي حاجه، معلمة مدرسي. ما الحراك عم يطلب السيدة بشرى، الحراك عم يطلب انه بإعادة تشكيل الحكومة ما يكون فيها ولا وزير ولا نائب من الموجودين، وتكون من المجتمع المدني وناس اختصاصيين، هيك عم يطلب الحراك. يا سيدي ما بيجي الناس مسيسة، بس مش ضروري تكون منتمي لحدا من هون. مش ضروري. هلا لما يجيك انت قاضي سابق او محامي بيعمل وزير عدل مثلا، لما بيجيك انت حدا بده يفوت على وزارة الدفاع، يعني لازم يكون ضابط ليفوت على وزارة الدفاع، قليل ما كان ضابط وزير دفاع، يا ما اجوا كل الضباط، اغلب الوزراء الدفاع اللي اجوا مش ضباط، هي هي اختصاصة بالمرة، ومع ذلك ناجحة وزارة الداخلية، لأنه هيدي كيف تسوس الوزارة أنت؟ اليوم عندنا صلاحيات الوزير صلاحية واسعة غير بأمريكا، بأمريكا عندكم رأس الدولة هو عنده معاونين اسم الوزراء بكل مجال، ولكن نحن منصب الوزارة هي جمهورية صغيرة، يتحكم بكل مفاصل الوزير، عنده مدير عام، بس أنت ممكن التكنوقراط يكونوا مستشارين للوزراء. يعني الناس ماسكة هاي الكلمة حافظتها وعم بترددها مش عارف شو يعني ماشيين يعني حتى بيرددوها على عميانة، ولكن أصلا المنصب الوزاري عندنا بلبنان هو منصب سياسي، كيف تسوس الوزارة اللي بهذا الاختصاص؟ بدي يكون أنا بقول لك طبعا محامي أو قاضي فيه
يدير وزارة عدل، بس إذا ما بيملك فكر سياسي يفهم معنى العدالة ومعنى الإصلاح القضائي، كيف بده يدير وزارة عدل؟ أو كيف فيك تجيب قاضي فاسد وتقول له تعال أعمل وزير عدل مثلا يعني؟ أو شي محامي فاسد من تبعونا هولي؟ بدك تجيب إنسان شريف نزيه، هذا الشروط الأساسية. طيب، كونوا من أصحاب الشرف والنزاهة والوطنية المشهود لهم بالمجتمع. حيسألك سؤال بس أخير، عم بحاول الحكومة، نحن عم نحاول قد ما فينا هيك هذا، لأنه إذا بدنا نحكي بالوضع اللبناني بنقعد ساعات وساعات وبعش بنلحق. آخر سؤال بهذا الشيء، هل برأيك، أكيد المحامية ابتسام أبو خضر، هل برأيك في شخص حر لا ينتمي للخارج يستطيع أن يرأس الحكومة، رئاسة الوزارة حسب الوضع الحالي طبعًا في لبنان، كما تعودنا أن يكون طبعًا الخارج من يسمي؟ لا طبعا عنا كتير. أنا مثلا عم يسألوني مرة قال مثل من، يعني أنت بضلك تقولي رجل مثل سليم الحصن؟ فأنا بعرف قاضي كان اسمه خالد أبان، كان من أنزه القضاة وبالقانون بيفهم كتير، عملوه وزير أيام الرئيس رفيق الحريري ونجح بوزارته، وكان من أنزه الوزراء بس انشال ما عادش جابوه وزير بعد منه. إدمي عمل إدمي رئيس مجلس خدمة مدنية، عمل رئيس مجلس خدمة مدنية. إدمي وبدك يجيبوه على السلطة؟ محترم وإدمي بدك يجيبوه على السلطة؟ طبعا ومحترم معروف معروف يجي رئيس وزراء شو بي... بس سليم الحس من قصدي اذا ادمي بدك اياه يجيبوه، بدنش ادمي. نحن بلدنا ما بد، هلا ان شاء الله بيكون بدهم قوي، هلا بدك واحد من هالمدير. شو بيمنع هيدا الاسماء؟ لا نحن، لا نحن الشعب هلا بدنا، هلا الشعب بدنا واحد الشعب من هيدا النوع. نحن كشعب الحراك الشعبي شو بده؟ بده هيدا النوع من رؤساء الوزراء. طيب خلينا نجي شوي، يعني برايك الحكومه الى اين؟ التشكيل الى اين هلا؟ هل حياخذ وقت طويل؟ معقد شوي، معقد شوي، بس انه يعني الا تخافي من تجربه، الا تخافي من تجربه لا نتفق على السابقه اللي قعدت اكثر من 6 اشهر لتاليف حكومه وفوتت البلد؟ لا مش هالقد اكيد، لا ما بعتقد هالقد الطول القصه، ما بعتقد ان شاء الله. منك 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 ما بتحمل الوضع. طب بهذا الشيء اللي خلينا نحكي شوي عن القضاء، القضاء اللي انت هلا تفضلتي عنه، قلتي انه في عنا قضاة نزيهين وقضاة مرتشيين، واخر فتره يمكن تم القضاء، تم يعني توقيف قبل هذه الثوره، تم توقيف اكثر من كذا قاضي يعني مرتشيين بكثير ملفات، توقيفهم عن العمل، توقيفهم عن العلم اكيد بامور فساد. برايك انت الشارع اللبناني بعد عنده هالثقه بالقضاء لحتى يدير هو المؤسسات القضائيه والمحاسبه والى ما هنالك، عنده هذا الثقه من بعد ما شاف هذا المشهد كله؟ الشعب عنده ثقه القضاة. بس خليني انا اقول لك، انا كمحامي وبعرف القضاء عندنا، القضاة المحترمين عددهم اكبر من القضاة اللي موضع الشبهه. هلا القضاة اللي موضع شبهة فسادهم مش كله فساد مالي، في قضاة مش فاسدين مالي يعني، ولكن بيردوا على الاتصالات السياسية، يعني بتلفنوا المسؤول أو الزعيم أو هيدا بيردوا عليهم، هيدا فساد كمان. أنت لتحرر السلطة القضائية من ضغط السياسيين بدك تعدل القانون وتقطع، يعني وزارة العدل ما يكون عندها دور بالتشكيلات والتعيينات والترقيات على القضاء، يصير سلطة مستقلة بالكامل، ومجلس القضاء الأعلى هو اللي يشكل وهو اللي يعين وهو اللي يوزع المناصب على القضاء. بهيدا الحالة يستقل كليا القضاء عن السلطة التنفيذية ويتحرر منها، وبالتالي طبعا ما في ما يردش على السياسيين، لأن السياسيين ما بيعودوا يملكوا سلطة عليه. يعني برايك حيكون في تغيير بالقضاء؟ شيء حيكون من بعد، من بعد هو المفروض يصير، لازم يصير، لازم يصير. نحن عم نطالب فيها ووارد صارت عم تتناقش. طيب خلينا نجي كمان اللي كمان كل الناس عم تحكي فيه هذا، وفي هلا في كومنتس، وانا سجلت هيك 2 كومنت لبعض الشباب عن القوى الامنيه يلي والجيش والقضايا القانونية حول التوقيفات وإلى ما هنالك. يعني هلأ يعتبر، هل يعتبر الموقوف هلأ أنه مجرم ولا كونك محامية؟ يعني أنه بس
يعني يتوقف لوقت قصير ويرجع يعاد اطلاق سراحه، لانه هذا مشارك مظاهر، يعني ما عم يعتدي على يعني بمعنى ما عم يعتدي على الوطن بشكل يخرب، يعني بس انه وجوده بالساحات مع الناس. في ناس كتير عم تقول انه لا، القوى الامنيه عم تكمش بعض الناس وعم ترهب بعض الناس وعم يعني عم تطال بعض الناس بالضرب. الاطر القانونيه بهذه الشغله مين بيكون مسؤول عنها بهذا الظرف؟ بس خليني اقول لك شغله، يعني صارت احداث بسور شيء شعب هيج وميج وهجم على احدى المؤسسات، اعتبرها انه هي تابعه لاحد رموز السلطه وكسرها. هلا توقفت بعض الناس، انا مش مع توقيفهم لهم، خلص توقفوا فتره طلعوهم بعدهم موقوفين لهلا. انا برايي لازم يطلعوهم. في مثلا امبارح صار في شغله، او اول امبارح صار في اعتداء على الجيش. انا شفت الفيديو، اذا بدك شوفه على صفحتنا نشرناه لهيدا الفيديو. وانا نشرت فيديو كمان. مجموعه شباب نازلين ضرب بالحجاره وبالكراسي البلاستيكيه على الجيش، والجيش عم يحمي حاله منهم بالهيدا المتراس البلاستيك اللي بيحمله. كان موقف كتير مؤذي، ويقول لهم ولك اوسوا عما يستفزهم ليقوسوا عليهم. انت بتعرف فورا انه هيدي ناس مدسوسه مش من الحراك الشعبي. هون هالناس دخلوا بالحراك الشعبي ومدسوسين ليستفزوا الجيش ليقوس ليصير في فتنة ويجر البلد لاشتباكات أمنية ويحرفوا موضوع الحراك. هول الناس يتوقفوا، أنا ما بزعل إذا توقفوا، ولا أنت بتزعل ولا حدا بيزعل أكيد. لأنه عم تشوف المنظر قديش مؤذي بتقول لازم يتوقفوا. أنا قلت كمان حتى في ناس عم بتسب، في ناس عم بتسب. طيب انتو ضد الفساد، المسبي فساد ولا مش فساد؟ انت لما عم بتسب مسبات بتعمل دوائر دوائر مثل حلقات الذكر، ومسبي مسبي مسبي بالعرض وبالشرف، مسبت امات وخوات. طيب اذا انت نظيف وعم تحارب الفساد كيف تعمل حلقات المسبات هيدا؟ طيب انا ضدها. ونحن وقتا نقول لهم يا شباب انتو عايب، طيب شو خص الام؟ سبوا الشخص اللي عم تسبوا الام، وبرضو انت بتسب الشخص تنتقده، تنتقده بسرقته بفساده، مش بتسبه بعرضه بشرفه. يعني العرض مسألة كتير حساسة بمجتمعنا، وين ما كان، مش عنا بس، عند كل العالم مثبت العرض. هلأ هيدي الناس إذا واحد فرك لهم دينتهم أنا مش ضد، لأنه أنت ما فيك تطلع على تلفزيون وتسبسب لواحد بعرضه بشرفه بكرامته ويسكت لك كمان. طب كان يعني في شخص كان عم بيحكي انه هل برايك انت انه طالما انه في قوى امنيه هي مسؤوله عن حفظ الامن، ليش عم ينزلوا الجيش بهذه المناطق لحمايه شو؟ لضربه مع الشعب اللبناني والايذاء، او لاضعاف صورته امام الراي العام او المجتمع الدولي، انه هذا الجيش عاجز حتى انه يفك مظاهره؟ لا لا لك، مش مطلوب منه يفك مظاهرة. الجيش عم بيرعى، نحن عم ننزل عم نلاقي الجيش موجود بس لا يحافظ على الأمن بشكل من الأشكال. الناس بتمرق من حد وبتصبحوا بتمسيه، كلنا يعني بنوقف ومنسلم عليهم ومنقطع عنهم ومنفوت على قلب الساحة. الجيش دوره هيك بس لحفظ الأمن. وأنا بقول لك هيدي يعني بأي بلد تاني تصير مظاهرة من هالنوع، بلد عالم تالت، مش عم بحكي عن أوروبا أنا، يمكن بصير في سرقات وبصير في تعديات وبصير في اغتصابات واللي بدك إياه. نحن اليوم هيدي الحراك اللي عنا كتير نظيف وشريف وعفيف، صار في التعدي بس على محلات الباتشي وعلى استراحة سور، هاي وجوه التعدي اللي صارت مش أكتر. هلا باستراحة سور صاحب الاستراحة تشكى، الباتشي ما تشكى وما حبس العالم، صارت هيك يعني. بس انه الجيش تدخل بالفترات الاخيره ليفتح طرقات، يعني لما انسان بيبقى بسياره اسعاف وعم بيموت وبيمنع الاسعاف تمره، او واحد شخص مريض وراكد على المستشفى عم بيسوق فيه بالسياره وبحاله طارئه كمان عم يمنع. هون تسكير الطرقات خاصه الطرقات الرئيسيه، هيدي اللي تدخل الجيش ليفتحها ببعض المطارح مش بكل المطارح، بعض المطارح الحساسه يعني الطرقات الرئيسيه مش غلط. هلا ضرب وما ضرب انا ضده طبعا. طب وتسكير الطرقات دي معه ولا ضده كمان؟ ضد. قطع الطرقات بهذه الطريقه واذلال المواطن الاخر يلي هو كمان مش يمكن مش مشارك بالثوره، هل انت مع قطع الطرقات بهذا الاسلوب بهذا المنهج وبهذه الطريقه؟ وفيك تعطيني بس كمان
رأيك حول الحادثة الأخيرة اللي أكيد أدت إلى مقتل الشاب أو استشهاد الشاب ايه علاء ايه أبو فخر؟ لا لك هلا بشكل عام اللي قطعوا الطرقات هن السياسيين، يعني القوات اللبنانية بالذوق وبجل الدين وجماعة المستقبل بعد ما استقال الحريري على طريق الناعم وغيرها بالمنطقة، خلعوا حدي هون يعني وببر الياس وبالمرج وبهيدي المناطق، وجماعة جنبلاط عندنا بالمنطقة، أنا ساكنة بالمنطقة عندهم، يعني بعض المطارح كانت هني بالشويفات وغيرها الاشتراكية اللي كانوا عم يقطعوا. بتسألني بقولك لا مش نحن، هيدا الحراك المدني اللي عندنا بالمنطقة. بكل الأحوال في قطع طرقات وراء هول السياسيين وهول الأحزاب اللي بالسلطة، وفي قطع طرقات وراء بعض الشباب، بس بيتركوا منفذ صغير، شباب اللي من الحراك بيتركوا منفذ لسيارات الإسعاف وللحالات الطارئة. يعني أنا صارت معي مضطرة بدي أنزل عندي مقابلة بالميادين، مرقت قلت له يا شباب أنا فلاني بشار الخليل وعندي مقابلة هلأ بالميادين حول الحراك الشعب، فتحوا لي الطريق ودلوني من وين أمرق أنا وغيري. يعني صارت هلا بتصير حوادث تانية بمطرح تاني، اللي صار هيدي الحادثة اللي استشهد فيها على أنا بعرفه في ناس مين. عم بيقولوا، بس اعطيني رأيك، لأنه في ناس عم بيقولوا إنه الحزب الاشتراكي متورط، لأنه الضابط يلي مرافق وأطلق النار على علاء هو نعم كمان يعني من مؤيدي الحزب الاشتراكي، يعني كضابط أنا عم بحكي ايه هيك. نجعت ناس، في ناس رجعوا نفوا الخبرية، وناس قالوا إنه علاء لا، علاء ما كان واقف موجود، علاء كان عم يشارك بالحراك وكان هو من المناصرين تبع الحزب. يعني صار في لغط شوي صغيرة، بس مين المستفيد منها؟ وهل برأيك أنت إنه الحزب الاشتراكي متورط بدم علاء أم حادث عابر؟ لأنه كمان لا لك تتذكري حسب كمان لأنه المعلومات انحكى، حاولوا يأججوا الشارع، وأنت بتعرفي خطورة الشارع بالنعمة، وأنت عم بتقولي بخلدة، نعم بالاختلاط حدي الحزبي تحت هناك، بيتي ايه تحت بيتي صارت بالاختلاط الحزبي هناك، جسر اللي بوج بيتي دغري ايه تحته ما عم صارت اقول لك، هو القصة. لانه صار في اختلاط هناك، في اختلاط احزاب يعني، وحاولوا يؤججوا الوضع للصدام ما بين المتحاركين وشباب ينتمون الى مثلا المقاومه، انه هن اللي قتلوا، بعدين انكشفت الامور. شو رايك بهذا لك الموضوع؟ انا معلوماتي انه علاء اشتراكي كان، وبيقولوا تحول للمجتمع المدني، هلا فات بالمجتمع المدني وبعده اشتراكي او ترك الاشتراكي ما عندي فكره، بس بعرف انه علاء شاب ادم يعني. هلا الضابط مزبوط، ضابط مخابرات من المنطقه من الشوف وقريب للاشتراكيين، طبعا الضابط ممنوع يكون منتمي حزبيا ولكن قريب للاشتراكيين، بقولوا كان باجتماع مع الاشتراكيين بالمنطقه هون ونازل هلا، يمكن جرب بالشوفير او المرافق يمرق بالسياره، طرق له على السياره وحكى كلمه، بتعرف على التعصيب وعلى التوتر بتصير يطلع من سرحه، يلا انسان مفردات يعني، انه قال له طرق له انه ارجع ما ردش، نزل من السيارة هوس بالأول بالهواء، هو معكي معلومات بالهواء؟ هوس انت معكي هوس معلومات طالعين بالهواء بالهواء هواس؟ حسب ما قالوا يعني الموجودين. حسب ما قالوا، اوكي. أنا شو؟ عبالي انت لا معكي أنا معلومات هني انه تحت هوس الجسر، بالهواء؟ لانه نحن في ناس بقلب قالوا بيت، لا، هوس مباشر. لا بالاول طالعين بالهواء قال، رجع بعدين يمكن حدا اجى بده يوقف بوجهه يمنعه من القواس، فلتت وطلعت، في ناس بيقولوا لا قوسوا عن قصد تاني مره، لما هجموا عليه بعد ما قوس طالعين بالهواء قوس بالمباشر. هلا هي بكل الاحوال غلط، كعسكري انت مهما كان مفترض تضبط اعصابك لانه عارف الوضع كتير كثير دقيق، موتر وما بيتحمل، صحيح، بغض النظر عن اللي واقف على الحاجز من هو اشتراكي او غير اشتراكي، نفرض لا سمح الله من طائفه تانية فورا قلبوها طائفيه، صحيح، كان في يعني مستفيد من وراء هذه لانه القصه. ضو في دروز وفي مسيحيه وفي شيعه وفي يمكن سنه، مش هيك؟ حتى لما قالوا ضو حطوا صوره ضابط شيعي من بيت ضو بالاول من مظبوط، بنت جبال، فطبعا اضطروا عاودوا بالاعلام يكذبوا انه لا يا عمي هيدي ضابط تاني مش هو، تاكد الخبر انه بعدين لا ضابط من الشوف وضابط قريب للاشتراكيه واللي جايبه على المنطقه وليد يعني. جنبلاط لو انه فلت الشارع من بهذا اعدام الوقت، الرعب. لو فلت الشارع بهذا الوقت، مين كان حيقدر يهديه ست بشرى؟
بيادي يعني مين المسؤول عن هيك شغلات اللي عم بتصير؟ هلا بلش الطابور الخامس. أه. لا بلش الطابور الخامس، يعني انا وصل لي فويس بيقول لهم هيدا مش عسكري، هيدا لابس ثوب عسكري، هيدا يا من حزب الله يا من امان. ليه بده يحولها طائفيه؟ هلا انا وغيري تصدينا له على اي اساس عم تبني؟ وشو دليلك انه من حزب الله او من امان؟ وشو عرفك مش عسكري يا عم؟ القصه هيدا الضابط الفلاني اللي من منطقه فلان وهو اشتراكه كان باجتماع، كنا واصلنا المعلومات يعني. فانت لما عم تحكي هيدا الكلام لتعمل فتنه، في ناس فاتت على الخط بهاي الطريقه. انا بقول لك كان ممكن ينضر كثير البلد منه، لانه البلد واقف على سوس ونقطه بهاي المساله، وفي ناس إلى مصلحه تتحول لطائفيه بيرجعوا بمترسوا رموز الفساد ورا طوائفهم، مش هيك؟ بيرجعوا بصيروا مرجعيه الشارع هن. ونحن بهمنا الشارع يضل بعيد عنهم، يعني الشارع ابتعد عنهم بهاي الفتره، خليه مبتعد، ما يتلقى اوامره منهم. هو اكيد كمان بنتامل من كل الناس يكون عندهم شويه وعي حول الاعلام وحول المسجات اللي عم تنعمل او تنبعت على الواتساب، يلي تقريبا اكثريتها تحريضي اكثر ما هو معلومات، يعني عم توصل الشغلات التحريضيه اكثر واللعب على الطائفه والى ما هنالك. في يمكن شخص بيقول لك ايه بس الناس بوعي، في وعي، في وعي ان شاء الله دائما كمان يكون في وعي بوجود امثالك استاذ بشرى، لحتى كمان الناس تتثقف اكثر انه فيك تتخالف انت والشخص بالراي السياسي، ولكن ما فيك كمان تهين وتقلل ادب. في شخص كان عم بيقول انه شو رايك محمد حرماني، انه شو رايك بهذا برنامج الفساد، ما بعرف اذا عم تحضريه، يوميات ثوره اللي عم يحكوا فيه عن الفساد ويطالوا الادارات العامه الفاسده، هل انت مع نشر هذا على اليوتيوب ولا محاسبتهم بس مش على العلن؟ لأقول لك هلا الفاسد اللي مرتكب بحق شعب من 30 سنه لليوم بيوصل بلده على شفير الانهيار اذا طلعت من معلومات على الهيد. هلا هني عم بحطوا معلومات وعم بيقولوا كلها موثقه، وهالمعلومات اذا موثقه ومظبوطه يعني واضح فيها دليل إداني، لأنه كانوا عم بيناقشوا فيها، واحد إجا عم بيناقشوا معلوماتهم غلط، لما فاتوا بالنقاش معه طلعت معلوماتهم صح ودقيقة. طيب ألا تعتبر أنا بقول لك لما بيبقى كلهم يعني كلهم قاعدة إنه المتهم بريء حتى تثبت إدانته، مفترض هاي تكون حقيقية وعم تتطبق، ولكن لما هو عم يحكي عن ملف ايه؟ عم بيجيب ملف وموسع وموقع وواضحة فيه الأشياء. أنا من حقي كمواطن أعرف، لأنه من حق المواطن يوصل للمعلومة، وهيدا حق دستوري على فكرة. إيه. طيب بس في ناس عم بتقول إنه هيدا البرنامج اللي عم يطرح قضايا الفساد هو كمان يعني في عنده قضايا وملفات فاسدة، يعني أنا شخصياً أنا عندي ملف على مدير الجديد، بديش أقول اسمه، على مدير الجديد في ملف فساد، إيه؟ معي الأوراق ومعي كل المعطيات يعني، إيه؟ مثلاً إنه إذا بدك تحكي مثلاً مثل عم تقولوا كلكم يعني كلهم، إيه؟ يا بنحكي الكل يا انه ما نحكيش عن فلان وفلان وفلان ونغطي ما الى من ننتمي اليه، هيك المقصد. الناس في ناس هيك عم تسال، انت مع طرحهم كلهم حتى هلا هي وسيله اعلاميه هاي يعني تعمل لصالحها، هي وسيله اعلاميه هاي يعني كل انسان بيعمل وسيله لصالح. اعلاميه عم تتهم انها قابضه وعم تتهم انه عنده أجندة أجنبية، عم تتهم بأمور وعم تتهم بملفات فساد. أنا بقول لك إيه بينحك عليها مثل ما بينحك على غير. نحن أكيد هيدا ما بيمنع إنه في ملف فساد حقيقي عم ينحكى فيه، طالما الملف صحيح المتضرر منه، المتضرر منه خليه يطعم فيه، والمتضرر منه خليه يطعم فيها للوسيلة وينشر له بأماكن أخرى فسادها، يعني شو اللي بيمنع؟ اكيد قبل ما نفوت على هيك الجزء الاخير بحلقتنا لليوم بدي ارجع اتشكر اكيد يعني بابايا فروق ماركت بكل فروعها عندنا بمدينه ديربون، اكيد السيد خليل سعد كمان بوجه لك تحيه على فكره وبحبك وبقول انا بحب اسمع سلم لي عليه بشرى، وان شاء الله بس تيجي زياره على امريكا بنعرفك. سلمني عليه السيد خليل سعد رجل الاعمال. طيب المحور الاخير خلينا نحكي فيه لانه بدناش نطول بعد اكثر على المشاهدين، اسم الله الوقت معك ما بيخلصش، انا زبطت غديت معك على اساس ربع ساعه غديتينا شي ثلاث ساعات.
على كل سيدي بشرى، بس بدي لكم انه كثير انساني كريمه، وكثير بالحقيقه تختلف كليا عن الاذاعه يعني، او على السوشيال ميديا كليا الله تختلف يخليك. يعني. اللي ما بيعرف بشرى خليل ما بيعرف شيء. المحور الاخير، طيب كل الناس بتسال هلا الثوره الى اين يعني، او الحراك الى اين. في ناس عم تقول طب شو مطالبكم، دولة الرئيس قال شو مطالبكم، ورئيس رئيس الجمهورية، فخامة الرئيس الجمهورية. وعلى فكرة بدي أسألك، أنت مع إهانة رئيس الجمهورية بهالعبارات، مع العلم أنه قانونيا لا واحتراما يطال كل إنسان لا يعني قد ما كان هذا مقام رئاسة الجمهورية ولا بد احترامه، مثل ما قلت حتى لو طبعا ما أنا بطيقه أو ما بحبوش، مش أنا بحب كل الناس. فقال فخامة الرئيس طيب جيبوا جمعية أو جيبوا ناس أو اعملوا لجنة وتعوا حاورونا وشوفوا مطالبكم. ما حدا عم يتبنى هذا المشروع، لأنه في عنا كذا حراك على الأراضي، وأنت بتعرفي مجتمع مدني، طلعت رحتكم، حزب سبعة، القوات الاشتراكية وإلى ما هنالك. ونحن متذكر أنه الاشتراكية قبل الثورة كانوا عاملين مسيرة قبل الثورة بيومين، قبل الحريق هن بلشوا ليرفعوا بلشوا تهمة الفساد عنا. أيوة. طيب لك شغلة، الثورة أنا إلى أين؟ مع وجود قيادة، أنا مع يكون في قيادة أو تنسيقية للحرق، لا للحراك. تكون 30 شخص 40 شخص تكون، بس طيب أنت المفروض عندك مطالب ولا شو؟ أنا بدي ضلني قاعد بالشارع وأنا عندي مطالب. طيب شو هي مطالبك؟ مين بده يحددها؟ نحن والله مجموعة حطينا قائمة مطالب، في مجموعة لنقول العسكر السابقين المتقاعدين حاطين قائمة مطالب، جهات هيدي منظمات المجتمع ليش ما المدني حاطة بتجتمعوا؟ ليش ما قائمة بتجتمعوا مع مطالب. بعض؟ طيب خلينا ندمجها مع بعضها وخلينا نشكل هاي أو نروح. أنتوا خايفين إذا تشكل وفد وراح عند رئيس الجمهورية إنه رئيس الجمهورية ياكل له راسه وتصير الناس تصف عودة معه يعني؟ لا تتناقشوا انتوا بيها، يا بتقنعوا يا بيقنعكم. ليش فاقدين الثقه بنفسكم هالقد يعني؟ انه بتخافوا كل واحد اذا راح يصير مع الدوله ومع السلطه، طيب انه اذا مش او واثقين محسوب على بحقكم فلان او محسوب لهالدرجه على يعني. فلان. برايك انت التشتت هودي الجمعيات، او بالاحرى هودي جمعيات، اذا كل وحده طلعت بدت يعني تطالب بمطالبها عبر الشعب، ما عندها الثقل الشعبي. مشان هيك انه لا لو 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 يعني لو بيجتمعوا الكل وبيطلعوا والشعب معكم يعني، وبيأيد انه في كفاءات حتى بهود الناس الموجودين بالحراك، في يمكن بعض الاشخاص بالحراك عليهم علامات استفهام، وفي مثلا مثل حضرتك ما عليك علامات استفهام، واحد بيعرف انه يعني في غيرك كتير، وانا بعرف انه مثل اعضائك في ناس محترمين قضاة مثل ما حضرتك قلتي، اعلاميين او مثقفين او ادباء. طب ليش ما بتعملوا لجنة، فعلا لجنة تجد مطالب منه بتطمنوا الشعب يعني، بتطمنوا الناس اللي نازلة على الشوارع ويؤمنون أكيد بعملكم، وبنفس الوقت بتكونوا كمان للطرف الآخر جهة مسؤولة يعني، جهة قانونية، جهة إلى وزنها بالأرض. ما حنقدر يعني، بما أنه هلأ الشارع صار أي واحد فيه ينزل عليه. ست بشرى تفضلوا على الشارع بينزل، طبعا صار عادي، صار مثل جزدورة يعني عادي بننزل. ليش الخوف؟ أنا على المستوى الشخصي مع الحوار مع الدولة، ومع أنه يتخذ لها قائمة مطالب تتقدم ويقلها بالنهاية قائمة المطالب، أنا مع هالشي. في ناس تانية ضد مثل ما عم نحكي هلأ، هول الضد بتطلع فيهم ليش؟ بيقولوا لك بتنزع الثورة. في ثورة بالعالم ما لهاش قيادة؟ طب الثورة ببولونيا وقت ببولندا بلشت ليش باليسا؟ لا هلأ كل الناس متذكرة اسم ليش باليسا، لأنه هو اللي كان عم بقود الثورة ببولندا، وهو اللي استلم السلطة بعد منه وطبق برنامجه. هلأ نجح أو فشل الموضوع آخر، ولكن مفروض يكون في قيادة أو مجلس قيادة، وإلا تضل فوضى بهالشكل هيدي بتخوف. هلأ إذا بدكم قيادة لأنه بنزل أنا، ما عندي مشكلة ست بشرى، بدكم قيادة بنزل تفضل انا يلا بنزل، بس انا بس حيقولوا انت علي امريكان، ما امريكي، حيقولوا علي امريكي امريكي جنسيتك امريكية. عم بقول لك حيقولوا علي امريكاني تبع السفارة. انا مع تشكيل لجنة، مع الحوار، مع تقديم لائحة مطالب. نحن بصراحة المطالب اللي عملناها بعتت مسودتنا، لأنه كان معنا عونيين سابقين من الناس اللي طفشهم باسيل من العونية، تعرف في عونيين كتار طفشوا وقت إجا باسيل استلم القرار. في عم بيقولوا هلأ ذكرتيني
بوزير الخارجية، بس هي لأنه يمكن عدم الاتفاق بعد هلأ على الحكومة هو الاسم مثل ما بقولوا العقبة هو جبران باسيل. هل هالشيء مزبوط؟ لا مش لحاله، في كثير عندك معلومات؟ عابد، في كثير عابد من جملة هاي، لأنه رئيس الجمهورية كان عم يطرح. طيب إذا بده يرجع ساعة رئيس حكومة هو رمز من رموز الفساد، وعم بتقولوا عم بصير رمز من رموز الفساد، طيب رجع هذا، يرجع هذا، أو اثنين ما يكونوش، أو اثنين يكونوا، يعني هذا اللي عم ينحكى عم ينقل إلينا عن سر رئيس الجمهورية. أنا بصراحة ضد إنه اثنين يرجعوا، أنا مع تجي شخصيات سياسية كفة نظيف نزيهة وشريفة ومشهد لها وتجي تسلم، هي طيب ليش ما موجودين بتطلبوا، بكل ليش ما الطوائف بتطلبوا، ليش ما موجودين. بتطلبوا بقانون معجل او مثلا بانتخابات مبكره من خلال من صندوق الاقتراع ببين الشارع شو بده كمان؟ ليش ما لا تحطوا هاي هذا مش النقاط؟ هلا، ما فيك هلا بهلا ليش؟ بهالظروف تعمل انتخابات، ما لا فيك. مش اول تعمل، شيء بدك تدفع على طالبوا قانون، طالبوا ما في طلب عم بيقولوا انه يعملوا انتخابات مبكره لحتى يجيبوا شخصيات، يعني منين احنا ما فينا نتخطى القانون ولا فينا نتخطى لا الدستور بده يعني؟ يتعدل، بده يتعدل القانون قبل، ايه يعني بده مش يتعدل، بده ينحط قانون انتخاب. ما هيدي نحن بنقول تتشكل هلا الحكومة بالأول، الأولوية تشكيل الحكومة، حلو والمجلس النواب يعطي هاي الحكومة طالما بتحوز على ثقة الناس يعطيها صلاحيات استثنائية لتنفيذ هيدا البرنامج اللي عم بتطالب فيه الناس. لما بتنفذ هيدا البرنامج من جملتها وضع قانون انتخابي جديد وعصري ويتلائم مع تطلعات الشعب اللبناني، هيدا إذا انحط تجرى الانتخابات فيما بعد بناء عليه. طيب تشكيل الحكومة هلا، بس لأرجع لمشكلة هلا، هلا أنت يعني طرحتيها رجعتي. طيب تشكيل الحكومة، الثوار أو أصحاب الحراك رافضين إنه تكون من الطبقة السياسية، يعني لازم هني كمان يشاركوا بالحراك يعني؟ ما الكل عم بيقول، ما رئيس طيب الجمهورية قال مع تمثيل الحراك، الحراك مش كل لبنان. ها هذا انت اللي بدنا الحراك نحكي اذا فيه. بتشوف جماعة المجتمع المدني هول ما بمثلوا كل لبنان. في كم قيادة برزوا بالحراك كمان هول ما بمثلوا كل لبنان. هول بياخذوا اسم من الحكومة، بتاخذوا كم وزارة، وبقية الفئات السياسية بتختار وزراء من عندها كمان من أصحاب الكفاءة والشرف والنزاهة، بيبقوا معروفين. طيب نحن يعني كل يمكن الأحزاب ما عندناش ولا واحد شريف، كل حزب ناقص من الناس النزيهة والشريفة. نقوا شخصيات، كل حدا ينقي من حواليه شخصية نزيهة ومحترمة وشريفة ومشهد لها. برأيك شو أنت المانع؟ اللبناني، برأيك أنت المواطن اللبناني عم ينظر لهيدي الثورة أو الحراك بجدية أو لا؟ في عنده كل شخص بيناتنا أو فينا بقلب هذا الثورة عنده مطالب بتخصه لإله، بمعنى إنه أنا بكون واقف أنا ويمكن شخص حدي بالحراك أو حضرتك بتكون واقفة بالحراك، أنت بتسبي رئيس الجمهورية لنقول على سبيل المثال اللي إحنا عم نحكي، وهو بسب مثلا رئيس الحكومة، يعني ما عم تتفقوا حتى على المسبة انه تكون لواحد بس موجهة، يعني في شيء أول شيء غريب. ضد المسبب، ضد مش انا المسبب احنا ضد كلها. المسبات اكيد، بس انه نتفق على رأي، لانه يعني انت بتحكي عن مسؤول شخص بيقول لك لا هذا لألنا وهذا تبعنا ونحن معه، حتى بالحراك في انقسام يعني تقريبا، في لا لك هاي انقسام بالأخير صارت، قبل لا، قبل ما قبل، تتدخل لا انا عم القوات، اقول لا هلا قبل ما يتدخلوا القوات والمستقبل والاشتراكية، وقبل ما يتدخلوا ما كانش فيها الطرح هذا، بالعكس صراحة في وحدة موقف انه عنا قضايا معيشية، عنا قصة بطالة، عنا مشاكل بدها حل، مش هيك؟ عنا كهرباء، عنا مي، عنا مدارس، عنا كتير مطالب معيشية بدها حل، وواجبات الدولة اصلا تعملها تقديمات للمواطن، هي واجبات الدولة. هلا تغيرت الامور لانه بلشت تتسيس، بلش يتسيس الحراك، بس انا بقول لك اغلبيه الشعب بعدها مع المطالب المحققه، اغلبيه الناس، بس بدك تشوف هيدا الاعلام اللي مين عم بيعوم، مين عم بيفرجيه، عم بيفرجيك على رموز معينه تخدم سياسته الاعلاميه اللي هو فايت فيها. ما انت مالنا نحن عم نحكي بعض الاعلام مرتبط، هاي الاعلام المرتبط اللي هو ماسك الشارع كله شو عم بنقد؟ تجي وحده بتقول لك يا رئيس الجمهوريه انا معيش حق بوتوكس، وحده تانية حامل البوبي بتقول له انا البوبي ما عنده اكل مش قادر يشتري اكل للبوبي. مثلا بس هولي شغلات هاي من بتعطيني هولي جمله كمان الاشخاص اضروا الحلوه بالثوره المهضوم اللي مرقت. يعني هلا هي هيدي افكار، الاشياء،
هيدي الاشياء اللي مرقت من خلال الثوره، الرقاصه والبوتوكس والبوبي والى ما هنالك، وبيع البشار والرقص والدبكات. تعتبري انه مثلا بمكان ما هودي اضعفوا الثوره شوي صغيره، او اعطوا الثوره يعني منظار اخر للناس اللي نازله فعلا، الطالب بحقيه والطالب فعلا بمظلوميتها بدولتها، او ما عندها يمكن لقمه عيش بحياتها، بس هيدي بتعتبري انه هودي شوي اساءوا للحراك هودي ليك عبر التاريخ بالثورات او بالحركات الشعبيه ما حصلت مثل هاي الامور، ما حصلت. العالم كله عم يحكي علينا، السي ان ان حكي عبر التاريخ. هلا هلا بتجي يجيبوا رقاصه وببدله فاضحه، في بدلات راس مستره وفي بدلات فاضحه اوفر، اجت من هيدا الموديل، توقف قدام جامع الامين وترقص بالشكل الفاضح اللي صار، يعني هيدي مش مقبول. ولا فيك تقول ثوره لما انت يا شعب لبناني مبسوط هالقد ومكيف هالقد، عشو ثائر لك؟ انت مرتاح ومبسوط وعم ترقص وبتغني، انت انت بترقص وتغني تكون سعيد ومبسوط وفرحان مرتاح. الجوعان ما بيرقص ويغني، المتألم ما بيرقص ويغني، اللي عنده مأساة بحياته ما بيرقص ويغني. طيب عنا كل هالمآسة بحياتنا وبعدين عم نرقص ونغني نحن؟ هون عم تعطي انطباع سيء عنك انت، يعني انطباع مش حلو. بعض الناس فرحانة فيها هاي الاشياء، بس اذا بتجي للحقيقة اللي بيدرس الثورات كلها وحركات الشعوب عبر التاريخ ما بيلاقي ثورة سعيد ومبسوطة ومترس وتغني مثل اللي صار. أصلا معظم الشباب الموجودين ست بشرى وين بدهم يقروا بعد ثورات قديمين؟ هذا جيل الفيسبوك وجيل الانترنت وإلى ما هنالك. يا سيدي ما نفسح مجال للثقافة عبر الفيسبوك، ما انت عبر الجوجل عم بتفوت على عالم من الثقافة والمعلومات. شو استاذي بعض الناس عم تستعمل الفيسبوك للثقافة؟ يا ريت يا سيدي. هلا مزبوط في هيك وفي هيك، بس مفترض انت اذا متألم من وضعك الداخلي ما تتحول القصة لمهرجان راقص، يعني تمرق قفشات بتمرق مواقف، بس مش كله بيكون بهيدا الشكل اللي صار. بس صحيح. هلا الوضع لا، هلا لا في رأس ولا في فاش. هلا في هلأ سؤال أتوقف. بس قبل ما انهي معك، لانه نحن وقت تعدينا الوقت شو اسمه كمان ما عم ندفع مصاري نحن على الوقت هون، انتبه على الهواء ما بندفع مصاري نحن، الانترنت عندنا ببلاش والاجواء منيحه. طيب سؤال ست بشرى، في شخص سالك هذا السؤال وهذا شخص يمكن عنده عداء، يمكن يا مع ايران يا مع حزب الله، عنده عداء كثير، لانه يعني بكل بوستاته كل همه ايران. انا ما بعرف ليش، بس انه حقه هو يستفيد. عنده رأي شخص. ليش ميشيل عون قبل ما يصير تابع لإيران كان يقول ولاية الفقيه عم تحتل انه الوطن، يعني كان يعني بمعنى هو عم بقول عن جد سؤال مهم، انه برأيه هو انه ليش ميشيل عون هلأ عم يحكي مع إيران او عم يدافع عن إيران، بوقت الأوقات من السابق كان يقول أنه ولاية الفقيه ستحتل لبنان وستكون هي الدولة القادمة، ليش يعني؟ خليني بس أقول لك شغلة، اليوم نحن بنعرف في حصار غربي على إيران، غربي أمريكي تحديداً يعني من عندك. وفي عداء إسرائيلي كتير كبير لإيران، لأسباب أنه إسرائيل هي أنه إيران هي اللي دعمت المقاومة اللبنانية بتحرير أرضها وعم تدعم أهل غزة بالدفاع عن نفسهم ضد إسرائيل، طبيعي يكون في عداء لألها. ولكن مسألة الفقيه ولاية الفقيه مسألة عقائدية دينية ما خص الناس فيها، يعني أنت ما إلك علاقة إذا أنت أوروبي أو أجنبي أو لبناني غير شيعي أو هذا تتدخل بولاية الفقيه، ما حدا عم يتدخل معك بالبابا، ولا عم حدا عم يتدخل معك بشيخ الأزهر، ولا حدا عم يتدخل معك بمحمد بن عبد الوهاب اللي حرق لنا بلادنا، صرنا 7 سنين قتلت العالم كله حمام دم بسبب فتاوى محمد بن عبد الوهاب. هاي مسألة عقضية، حر الوهابي منه إلى بيجي بده يقتلني بهي العقيدة برد سيفه عنه بقتله بدل ما يقتلني، ولكن ما حدا عم يجي كل النهار عم بسب لك عقيدتك، هاي مسألة عقائدية ما إلك فيه. هلأ الرئيس عون أنا بصراحة مش سامع إمتى حكى، حتى لو حكي رأي شخصي، هو ما إله، هو مسيح ومش مطلوب منه يجي يأمن بولاية الفقيه. أنا شيعي ولا مرة حدا إجا قال لي بدك تأمن بولاية الفقيه. نحن عنا مراجع بالنجف، عنا مراجع بلبنان، عنا رجال دين كتير وصلوا لمرتبة المرجعية،
في ناس بتآمن انه بالوحدانية المرجعية، وفي ناس بتآمن بالتعددية، بس مسائل عقائدية شيعية ما حدا يخصه فيها نهائيا، يعني له بالسياسة هو، بس يقول لي ايران وين اساءت للبنان، اذا هو لبنان اللي عم يحكي، عم يحكي لبناني. ايه لا هلا هو وين بيقول اساءت للبنان في اي مكان؟ بدي بس في شخص لانه كمان تلفلي وين بعت لي دعمت الثورة الفلسطينية؟ ايه لانه لا في شخص كان عم يقول لي انه ولو ما نقيت الا هذا السؤال، عبد الله حمصي عم بيقول لي كل الاسئله يلي انسالت نقيت هذا السؤال عن هذا الشخص، نقيت هذا السؤال انا رح اقول لك ليش نقيته، لانه اساسا هذا كمان يمس بفخامه الرئيس الجمهوري، وانا لبناني بالنهايه، يعني لو كنت امريكاني ولكن انا لبناني ورئيسي ميشيل عون، شئت ام ابيت، رضيت هلا أم هو تابع لايران الرئيس عون، بس حدا يقول لي كيف لا هو كان عم بيقوله هو كان عم بيقول انه ميشيل عون كان دائما يقول العدو الاكبر ايران، هلا ولا مره سمعتها انت على هو كان عم بيقول هيك انت في صوره انا مش سمعتها ولا في صوت مره وصوره، عم بيقول هو في صوت وصوره لميشيل عون عم بيقول ايران اكبر عدو للبنان، عدو للبنان ايران، امتى كانت عدو للبنان؟ بابا هو ساعدت لبنان بتحرير ارضه يا سيدي، الله يخليك، عدو لاسرائيل بفهمها، بس ايران ساعدت لبنان بتحرير ارضه ولا لا؟ ساعدتنا هي وسوريا، ساعدوا المقاومه انه تحرر ارضها وتدافع عن نفسها، وصار لبنان عليه حصانه، ما عاد فيها اسرائيل تعربد مثل ما بدها وتفوت على فردان تقتل قيادات فلسطينيه سنيه ومسيحيه، لقتلوا في انش ولا شيعه سنيه ومسيحيه اللي قتلتهم اسرائيل بال 73، وطيارات لبنان اللي احترقوا بالمطار طيارات للميدل ايست للبنان كله، يعني مش اجت ايران اعطتك ساعدت هالمقاومه اللي عطت حصانه للبنان، من قال لي يلعن بيك يا ايران؟ نحن لما كانت ايران مع ايام الشاه مع اسرائيل ما كنا نحبها، في الشيعي اللبناني كان يحبها مزبوط ابدا ما كنا، كان في علاقات وكان في سفاره بلبنان، بس شيعه لبنان اطلاقا ما كان لهم علاقات فيها، رافضين رفض كل التعاطي معها، انه هاي بتايد اسرائيل ونحن ضد اسرائيل وعم تضربنا اسرائيل. طيب اليوم بيجي واحد بيساندك انت بتحرير ارضك بتسبه وبتقول عنه مش ادمي، بس حدا يقول لي وين ازت لبنان ايران؟ وين؟ باي مطرح؟ وين ازت فلسطين؟ وين ازت اي دوله عربيه؟ انا بقول لك بالعراق يمكن بعض العراقيين تايدهم لما بيقولوا والله عم يتدخلوا فينا، في طبقه فاسده من الحكام مدعومين من ايران او بعضهم محسوب على ايران، شان داخلي موضوع ثاني، يستفلوا هني، انا ما خصني، أنا ببلدي إيران ما تدخلت، أنا إيران ساعدتني بس تدخلتني لشيء أرض جنوب ملك إيران ونحن قتلنا عشانها. طب في شخص سألك، في شخص سألك فلسطين أرض فلسطينية مش إيرانية، إذا ساعدت الفلسطينيين تحرير أرضهم في شخص سألك قالك أي شو المقابل اللي ساعدت فيه إيران لبنان؟ يعني بأي مقابل ساعدت إيران لبنان؟ مش هو واحد هي ساعدتنا يا سيدي، ايران دوله اسلاميه وتعتبر نفسها معنيه بتحرير بيت المقدس، يا عمي بيت المقدس يا عمي اسلاميه ولا مش اسلاميه؟ يا عمي كمان ممنوع هلا بكره يحتلوا الكعبه ونقول ما خصناش، خلي السعوديه تحرر الكعبه، كل دوله اسلاميه معنيه بتحرير بيت المقدس، ايران واندونيسيا وماليزيا كل دوله فيها مسلمين معنيه بتحرير، وتركيا تركيا كل نهار بتتبجح بالاخوان المسلمين ودولة اسلامية وهي عاملة علاقات مع اسرائيل، احسن يعني انه احسن تكون لها علاقات مع اسرائيل دولة اسلامية، والله تسعى لتحرير بيت المقدس وتساند الفلسطينية بتحرير بيت المقدس. هو كان عم يحكي رولف خوري كان عم بيقول خولي ايه؟ رولف خولي كان عم بيقول انه هل كانت هدية بدون مقابل، يعني انه عم بيسأل يا عمي يلي بس هو شو يدلني على المقابل يا عمي؟ بيت المقدس مدينة مقدسة عند المسلمين، إن شاء الله هو كل عم يسمعك أكيد، يعني إيران معنية فيها، أنا عم هي عندها يوم، هذا مش سؤالي أنا عم بقول السؤال، هودي الناس عم يسألوك سؤال أمريكا ليش محاصرة إيران؟ أمريكا ليش مجمد الأرصد الإيراني؟ أنا هون ليش؟ لأنه إيران معنية بتحرير بيت المقدس وعم تسند الفلسطينية ومعادية لإسرائيل. هلأ إيران ترجع للمربع الأول وتتصادق هي وإسرائيل، بنفك الحصار عن أرصدتها وبتصير المدلل الأكبر وبتصير شرط الخليج وبيحكموها بكل العرب وبكل الخليج، ما الإنسان بده يكون منطقي، وهذا التاريخ مبارح كان لما شاه إيران محكم بكل الخليج بإرادة أمريكية، ليه؟ لأنه كان صحبة وإسرائيل،
اسرائيل ام معادله اسرائيل عشان بيت المقدس لانها دوله اسلاميه بدها تحرر بيت المقدس، شو المانع والغلط؟ والغلط ما كلنا معنيين فيها. طيب في هو زعلان ليش؟ في بس هو الخولي زعلان، هو هيئته من اسمه مسلم، مسلم ولا حتى لو بعرف. مسيحي معني بتحرير بيت المقدس، ولو مسلم معني بتحرير خولي معناتها يمكن يكون من الاخوان المسيحيه. طيب والله على الميلين معني بتحرير بيت المقدس، اذا مسلم معني واذا مسيحي شو عم تعمل المسيحيه بفلسطين اسرائيل؟ ما هلكتهم لمسيحيه فلسطين، شو عملت فيهم؟ يا عمي بس اذا بيحكي هالكلمه بدها مسيحي فلسطيني، مسيحي الفلسطيني بهبرك، لانه المسيح الفلسطيني ما بيتحمل له اسرائيل مرتين، قد ما عم بيعاني من اسرائيل. بيت المقدس ما كل يوم بكنيسه الايام في مشكله بين مسيحيه فلسطين وبين اسرائيليه، ونفس الشيء بين اهل بيت المقدس المسيحيه السنيه، بس السنيه والمسيحيه كل النهار مقاتلين اسرائيل، اذا واحد اجى دعمهم بسبوه، ايران دعمته بسبوها، وين الغلط؟ بس حدا يقول لي وين الغلط؟ هلا يمكن معقول بس انا بدي اذا عاطي للناس شيء معقول بدي اقول هالشغله ما بيأثر، يمكن انا عم توقع، انا عم بسألك لك معقول لأن ايران شيعيه؟ هل تعتقدي لانه مثلا دوله شيعيه يعني كل العين عليها او كل انه عم بينتقدوها لان لا 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 طيب لا انا بقول لا مش لانها شيعيه بس لانها داعمه للقضيه الفلسطينيه او للحركات المقاومه لا داعمه لا مش بس مش قصدها ما هي مش داعمه حركات مقاومه برا زمان القذافي الله يرحمه كل حركات التحرر الوطني للشعوب كان داعمه من ايرلندا لامريكا اللاتينيه لعنا لوين ما كان مش هيك بس ايران لا ايران فقط دعم الفلسطيني ودعمتنا نحن بتحرير ارضنا لانها ضد اسرائيل ايران اعلنت انه اسرائيل دوله معاديه لل في حدا رد عليك في حدا رد عليك حول فخامه الرئيس بيقول لك ليش فخامته ما كان عم يستنجد بالاسرائيلي وقت الحرب الاهليه وصافح الاسرائيلي وفي صور واثباتات انا لقلك شفت من مدي صور ايام لما فاتت اسرائيل وقت الحرب الاهليه ما كان له دور إيه؟ وقت الحرب كان بشير جميل ماشي هو القائد الكبير كنا سامعين بميشيل عون سمعنا بميشيل عون اول مره نحن بالثمانينات يعني بعد 82 82 لورا ما كنا سامعين فيه هلا في صور انا شفت صور بوقتها هلا انت لما فاتوا على وزاره الدفاع او لما فاتوا على القصر الجمهوري وكان بالحرس الجمهوري ما عندي فكره هالصور بس انت بتحاسب على مواقف بلحظه معينه اليوم ميشيل عون رئيس الجمهوريه اليوم ميشيل عون بيقول لك في ثروه وطنيه حزب الله بندقيته حامل الثروه الوطنيه انا ما بدي اتنازل عنها وما بدي اخلي اسرائيل ترسم الحدود مثل ما هي بدها ولا بدنا نعطيها المستوعب رقم 9 بقول له يلعن ابوك انا كمواطن لبناني شو بقول له؟ بقول له معك حق بهذا الموقف ما قال لك بالسياسي ما في شخص أنا بكون معه 100% ولا حدا ضده 100% أي حدا أنا مع موقف صح لإله وضد موقف غلط لإله نفس الجهة إذا في إله موقف صح بقول هيدا صح وموقف أنا كمواطني صالحة هيك لازم تكون صحيح يعني ما في عندي عداء مطلق لحدا ولا رضا مطلق عن حدا وما بغلط الواحد نقوله مغلط إذا غلط بحق الوطن مش بحقي أنا الشخصي لما بده يغلط بحق الوطن بقول له مغلط ولما عمل عمل جيد لمصلحة الوطن بقول له هون انا معك بهذا هو انا بدي اعقب على قصه الصوره بما انه الناس عم تحضرنا بمعناتها اذا صار في فك ارتباط بين العدو الاسرائيلي والجيش اللبناني لمصلحه الشعب او لمصلحه موقف ما معين بزمان ما معناتها انه ميشيل عون حط ايده بايد الاسرائيلي وصار ابن عم الاسرائيلي انا فخامه الرئيس انا ما عم دافع عنك ولكن هيدي الصوره وانا وانت بتعرفي ست بشرى انه بالجنوب في عنا كبار الضباط والعقداء والعمدة في فك يعني في تنسيق وارتباط بوجود اليو ان بفوتوا بيجتمعوا مع بس ما بيصافحوا بعضهم لا ما بيصافحوا بس بيقعدوا هلا يمكن صافحوا لانه عم يسلموا انه لربما انا ما عم دافع عنه لميشيل عون يعني ما لي خصه لفخامه الرئيس بس ولكن الصوره امرار ما بتكون في 100 واحد يفسر الصوره مثل ما هو بده يعني هيدي هي بس المهم ما تستعمل للاهانه ولا تستعمل
ضد لبنان، لانه نحن بهمنا بالنهايه لبنان. بدي اتشكر اكيد، بدي اتشكرك، بدي اتشكر صفحه واتساب ميديا، بتامل انه تعملوا لايك لهالصفحه وتتابعونا، لانه نحن في عنا كثير كمان برامج مهمه على هذه الصفحه بنعرضها من امريكا اكيد. موقع شو الاخبار واتساب ميديا نتورك ويب تي في. اخيرا بدك تنهي لي مع الثوره او لبنان الى اين اخر؟ ليك اتمنى ان يرسى على بر الامان بخير لبنان. اليوم نحن مرقين مرحله كثير ضيقه واكثر خطره واكثر صعبه، وحقيقه كلنا ابن عقلنا، يعني نتمنى انه الله يلطف فينا، ونتمنى القلوب اللبنانيه كلها تكون موحده حول المصلحه الوطنيه. وانا بدي اشكر جمهورك الكريم كله، سواء اللي انتقدنا او اللي ايدنا او شيء، لانه بعرف كلهم على قاعده المحبه والالتزام الوطني. اللي بينتقد امر بينتقده على قاعده محبته لوطنه، واللي بيوافق على امر على نفس القاعده. فانا بحبهم كلهم. دقيقه سلمني عليهم كلهم. بدناش نزعل حدا مني. في وحده اسمها مريم زين الدين عم تقول انت عم تنقي الاسئله اللي بدك اياها وانا بطلت تابعك. انا بس بدي اقول لها شغله صغيره ست مريم، انتوا بتعرفوا بالانترنت وبتعرفوا بالميديا، بسم الله كلكم صرتوا عاملين تليفونات، وانا عندي اسئلتي الخاصه، يعني انا بسال اسئلتي لانه انا ما لازم اتطلع ولا اخذ ولا حتى سؤال من الجمهور، ولكن مشاركه لانكم عم تشاركونا بالحلقه حبينا ناخذ يمكن، والكل بيعرف انه الاسئله بتطلع بتطلع بتطلع، لما انا بيجي بتطلع بيطلع بس اللي قدامي اللي بقدر اسالك اياه. اوكي، فهذا مش غلطي انا، يعني هذا الانترنت هيك موجود. فبتامل هي تسال يا خيتي السؤال، بس مريم زين الدين تسال السؤال وانا مستعد اساله للست بشرى. بس تقول لي مريم زين الدين شو كان سؤالها. عبد الله حمصي بيقول سلمني على الست بشرى اماني بالاسم. عبد الله حمصي بيسلم عليك. الله يسلمك، سلم لي عليه. انا بس بدي انطر مريم زين الدين وبدي انطر تعليقها لاني الحلقه، لانه ما بحب زعل حدا مني، وبعتذر، والست بشرى كمان بتعتذر بعتقد، لانه في ناس كتير طرحوا اسئله صراحه، قدرنا ناخذ اللي قدرنا خدناه، واللي ما قدرنا خدناه ما تواخذونا. فبدي بس مريم تقول شو سؤالها للست بشرى لاسالك اياه. طيب انت بتكوني حكيتي انت عن الثوره لنحل المشكله، بس ان شاء الله بنجي على امريكا بنقعد قعده بالمباشر معهم كلهم. لا يمكن تكون من لبنان، يمكن تكون هي من لبنان. نور انا سالته سؤالك لنور، سالته للست بشرى بالنسبه لفخامه الرئيس ميشيل عون، وجاوبت عن قصه الصوره. بس مريم زين الدين اذا عندها شيء تعليق بس تتفضل تقوله. تحياتي للست بشرى، بتقلك تحياتي للست بشرى. تحياتي لها مريم كمان. زين الدين، انا ما في زعل زين الدين لسبب واحد بس، انه انا ستي من بيت زين الدين. لا لانه اخوال الراس بري. ما بعرف انا زين الدين شنو، انا زين الدين لا كلهم اصحابي على فكره. انا لانه ستي من بيت زين الدين ما في زعل على مريم زين الدين. لا اخواله من بيت زين الدين الراس بري، وعنده اخوال من بيت حمزه، وكلهم اصحابي بيت حمزه وبيت زين الدين. على كل مين بتسمي مين بتسمي رئيس حكومه؟ والله هي انا سبق وحكيت شوي قبل شوي عن استاذ خالد الدبيلي، علما ما في صداقه شخصيه بتربطني فيه، انا بعرفه كقاضي يعني بعد لبعيد. ممكن نسمي كمال شتيلة، رجل قوم وعروبة وشخصية سياسية نزيهة وشريفة. في كتير، في يعني في كتير أسامي محترمة وخرج يعني، بس أنا مع موديل الرئيس سليم الحص، هيدا النموذج كون حدا مثله ومليانين. على كل كمان أخيرا بدي اقول كمان لشخص قال كون انه كمان انا معني وحتى المحطه معنيه، لانه احنا عايشين على بلد اسمه امريكا. امريكا الشيطان الاكبر خارجيا، ولكن الملاك الروحي داخليا. ما بعرف اذا عم يسمعني، ان شاء الله يكون عم يسمعني. انا وكل امريكا، كل العايش بامريكا حتى الامريكان بيقولوا السياسه الامريكانيه خارجيا هي شيطانه واكبر، ولكن امريكا داخليا انا بحكي ضميري، لانه انا بنيه لا وانا بعرف وانا امريكاني ومسلم ولبناني،
ولكن في شيء اسمه احترام البلد اللي احنا عايشين فيها، ونحترم قوانينا ونحترم المكان اللي عايشين فيه. للأمانة انه نحن رأينا الإسلام الحقيقي بأمريكا صراحة، الحقيقي بأمريكا صراحة. تحية لك ست بشرى، شكرا لك على المداخلة الحلوة، ويمكن ما بنخلص معك بهذا الحديث، وان شاء الله بس انزل بعد راس السنة اكيد حتعزميني ترجعي مرحبا ان شاء الله. كل تحية لك ولكل هالناس اللي سهرانة معنا هالمرة علينا. الله يخليك هالمرة علينا. لا ولا بتشرف بيني وبينك ما في فرق. تحية لك، وانت بتعرفي قديش بعزك وبحبك وبحترمك، وانت مش بس الله يسلمك وانت معزينك كثير على فكرة هون بلبنان، كثير بيعرفوك كثير بيعزوك. الله يخليك وبيخليهم. شكرا لكم اكيد، شكرا لكم جميعا. هذه كانت حلقتنا لليوم الاستثنائية مع شخص استثنائي، مع إنسانة استثنائية مثل ما حكينا عنها بالأول، إنسانة حرة جريئة، وأنا بحب حريتها وجرأتها، ورغم أنه يمكن في ناس كتير، بس أنا بحبها لبشرى الخليل وأنا على طول معها. شكرا لكم، دلكم تابعونا نهار أكيد كل نهار جمعة، تابعوا كل برامج واتساب ميديا نتورك، وخاصة تابعوا حديث الجالية اللي أنا بقدمه كل نهار جمعة الساعة 6:30. شكرا للجميع، شكرا لكم فرد، شكرا للي علق، وشكرا وبنعتذر كمان من اي شخص ما قدرنا ناخذ له اي سؤال، بنعتذر. وان شاء الله الحلقات السابقه او حيكون معنا حلقات سابقه يعني لاحقه، عفوا كان في عندنا سابقه وهلا حاليا، وحيصير في باذن الله لاحقا تسالوا السؤال اللي بدكم اياه. وبدي اتشكر كثير 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 من كل قلبي بابايا فروت ماركت السيد خليل سعد لرعايته هذه الحلقة. يعطيكم العافية، سلمنا على الجميع. يعطيكم العافية.